السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حضراتكم في محاضرة الـ Share Verification Application in Concrete Structures، ويشرفنا دكتور ليا حنين. الدكتور طبعا ليا حنين غني عن التعريف، هو حاصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية سنة 2001 جامعة أسيوط، وماجستير في هندسة الإنشاءات 2006 جامعة أسيوط، ودكتوراه في هندسة البناء من جامعة نبراسكا لينكولن الولايات المتحدة الأمريكية 2012، بروفيشنال سيفل انجينير 2013، بروفيشنال ستراكشر انجينير 2014، وبروجكت مانجمنت بروفيشنال البي ام بي 2016. والواحد تابع له محاضرات كتيرة جدا، فبيلاقي فيه شرح وافي وشرح متعمق جدا، فيعني ان شاء الله محاضرة قوية. وانا شاكر جدا لحضرتك يا دكتور تواجدك، واتفضل نتشرف بالاسماع لحضرتك. جزاكم الله كل خير. شكرا يا باشمهندس احمد على المقدمه. وفي البدايه السلام عليكم، واتمنى تكون سنه 2021 سنه خير وبركه وسلام علينا كلنا ان شاء الله. في البدايه احب اشكر الباشمهندس عمر سليم على دعوته ان انا ادي محاضره في بيم ارابيا، ويعني راجل نظبط المحاضرة بقالنا من شهرين أو من شهرين ونص تقريبا، وإن شاء الله المحاضرة بإذن الله هتكون إن شاء الله هتبقى ممتعة. وأتمنى يعني من حضراتكم ما تزهقوش مني، ممكن أبقى أطول شوية ولكن إن شاء الله أحاول أخليها ممتعة بقدر الإمكان. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الشير فريكشن أبليكيشن إن كونكريت ستراكشر، Shear Friction Application in Concrete Structure. قبل ما أدخل في المحاضرة وأدخل على المحاضرة والكونتنت بتاع المحاضرة، عايز أنبه يعني أخذ كم فكرة سريعة كده. إيه اللي بيحصل في إيه هي Shear Friction Theory، أو قبل ما اخش في الديتيلز بتاعه الشير فريكشن وازاي استخدمها في المنشآت الخرسانيه، تعال نفكر كده مع بعض. في مثلا لو عندي فلور بلان، عندي فلور بلان بالشكل ده، وعندي تي شير وول هنا، ادي شير وول هنا وادي شير وول هنا، وعندي السنتر اوف ماس وعندي السنتر اوف جرافيتي، وعندي البيس شير او الهوريزونتال شير او اللاترال فورس على الفلور ده بالشكل ده، في يتاثر في السنتر اوف ماس، وبالتالي في عندي قوه هتاثر على الشير وول هنا، قوه افقيه هوريزونتال هتاثر على الشير وول. يا ترى الشير وول القوه دي هتتنقل ازاي من الفلور للشير وول؟ هتتنقل ازاي للشير وول؟ دي اول حاجه. فبيحصل ان ممكن يحصل سيبريشن هنا او كراك هنا، وارد. دي اول حاجه لازم حضرتك تفكر فيها منطقيا لما نيجي نتكلم على الشير فريكشن في تطبيقها في الجزء ده. هشرح الكلام ده كله بالتفصيل، بس انا بس بفكر مع حضراتكم. طب لو عندي كاميرا ايا كانت نوع البيمز اللي موجوده دي، سمبل سبورتد او خرسانه، سمبل سبورتد بيمز سواء كانت خرسانه او ستيل، الكاميرا دي سبورتد على ليدج بيم، حرف ال بيم بالشكل ده، وده منتشر جدا في البري كاست البري ستريست بيمز. طب لما يبقى عند حضرتك رياكشن هنا كده عشان يتنقل من الكاميرا دي للليدج، الكاميرا الثانيه اللي شايلاها دي اللي هي حرف ال دي، فبيحصل توقع شكل الانهيار بتاع الكونكشن هنا هيبقى شكله ايه. قدامك حلين، يا يحصل كراك هنا في الليدج دي كده، ممكن يحصل كراك هنا اهو كده، أو يحصل كراك إزاي؟ أو يحصل كراك في البيم دي. أو يحصل كراك في البيم دي. يبقى في هذا المنطلق بس الوارد أكتر إنه يحصل كراك في الليج دي، لأن هي تبقى الأضعف. ده أبلكيشن تاني. الصوت مسموع؟ ايوه دكتور الصوت مسموع. تمام. طب لو جيت لجزء لحاجه زي كده، مثلا عندي فلات سلاب
وعندك كولم بهذه الكيفية. شكل الانهيار في الكونكشن دي بيبقى شكله ازاي؟ كلنا عارفين ان شكل الانهيار في الكونكشن دي هتبقى بانشينج شير او تو واي شير. طب لو بيحصل ايه؟ هيحصل كراك بالشكل ده. دي عايزه تنزل نتيجه الاحمال اللي موجوده هنا اهو، الاحمال اللي موجوده هنا اهو، فبيحصل كراك بهذه الكيفيه هنا. طب لو عندي كونكريت فوتنج هنا وعندي عمود وفي عند حضرتك لاترال فورس هنا وفي عندك كومبريشن فورس، مش ممكن يحصل كراك هنا عند اتصال العمود مع الفوتنج؟ جايز. طب لو عند حضرتك تو بيمز بالشكل ده سبورتد على بير زي مثلا كوبري، مثلا بير بتاعت كوبري، في عند حضرتك رياكشن هنا، في عند حضرتك رياكشن هنا، مش ممكن يحصل عند حضرتك كراك هنا اهو وكراك هنا؟ يجوز برضو. كل هذا كله ممكن تستخدم فيه الشير فريكشن ثيوري في الديزاين. ما دام عند حضرتك شير بلين، ما دام بنتكلم على ان بيحصل عند حضرتك كراك، ده بنسميه الشير بلين او السطح اللي بيحصل عنده الشير اللي بيحصل عليه الكراك، ايا كان زاويه الكراك دي شكلها ايه. طب تعالى ناخد بالظبط الفلسفه او الموضوع جه من فين ونتكلم عنه بالتفصيل. اول حاجه قال لك الشير فريكشن از ان امبورتنت تول ان ذا ديزاين اوف كاست ان بليس بري كاست اند بري ستريس كونكريت ستراكشر. تولز مهمه جدا 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 في ايدك، ممكن تستخدمها في ديزاين اي حاجه سواء كان كاست ان بليس او بري كاست او بري ستريس. لو حضرتك شغال في البري كاست هتلاقي البري كاستر بالذات بيستخدم الشير فريكشن في كل حاجه، اي حاجه بيتزنقوا بيها بيستخدم الشير فريكشن زي ما هنعرف. قال لك الشير فريكشن بريفيجنز، اول ما اتحطت الشير فريكشن سيري او الـ الشير فريكشن عامه ابتدت تظهر في الصوره العمليه بتاعتنا سنه 1971، ظهرت في الاي سي اي 1971 اللي هو في اول في الفيرجن بتاع 71. طب قال لك عشان في ناس كتير قوي بتقول الشير فريكشن ده ليه كذا مسميات. هو انت عندك سطحين بينزلقوا على بعض، في عندك سطح اهو ادي بلوك كونكريت ورابط بينهم ستيل بالشكل ده وانت بتعرض في فورس جايه كده، فاللي بيحصل في عندك شير بلين هنا. فقال لك بيتولد حركه افقيه بين السطحين دول بينتج عنها ازاحه سليب. في ناس بتسمي الحركه دي او اللي بيقاوم الموضوع هنا ها في الشير بلين ده بتسميه الاجريجيت انترلوك، وده وارد، ده جزء من المقاوم الشير في البلين ده. وفي ناس بتقول له بيسميه الانترفيس شير ترانسفير، وده ناس كتير قوي بتسميه كده. في ناس كتير قوي بتسميه الهوريزونتال شير، ممكن تسميه الهوريزونتال شير. في ناس ثانيه بتسميه الشير فريكشن، انا بسميه الشير فريكشن. فعشان يحصل او الشير فريكشن تشتغل لازم يبقى في عندك سطحين بيحصل عليهم حركه، هيحصل فيهم حركه اي كان الحركه دي افقيه او فيها بعض، يعني ما دام حصل سيبريشن يبقى في حركه راسيه كمان، هنعرف الحركه الراسيه اللي جت من فين. يبقى ده تقريبا الشير فريكشن. يبقى عشان اوصل للشير فريكشن انها تشتغل معايا لازم يبقى في حركه، لازم يبقى فيه حركه. طب تعال نشوف الاساس العلمي بتاعها جه من فين. الاساس العلمي اصلا كانت 1969، دي مكتوبه غلط، 1969 لما البروفيسور ماتو عمل سبيسيمن بهذه الكيفيه، بلوك خرسانه خلى فيه جاب الناحيه دي وخلى فيه جاب هنا، ادي جاب
وادي جاب هنا وربط وخلى فيه شير بلين هنا، مره عملوا كاس كله كاس مره واحده، ومره عملوا كاس على مرتين او صبوا على مرتين، واثر بقوه في هنا واثر بقوه في هنا. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لما اثر بقوه في هنا السطح ده تعرض لقوه في لتحت، والسطح ده تعرض لقوه في لفوق، وبالتالي حصل فريكشن هنا، شير فريكشن هنا، حصل موفمنت. بيسموا الطريقه دي في الاكسبيرمنتال بيسموها البوش اوف. اتعامل برضو 1972 تيست تاني، بنفس الطريقه برضو للشير فريكشن او الشير ترانسفير بهذه الكيفيه. معظم 99% من الاي سي اي يا جماعه مرتبط ارتباط كلي بالعملي بتاع الفول سكيل سبيسمنت. كل المعادلات وكل الاوبزرفيشنز وكل الريكومنديشن مبنيه على تجارب عمليه اتعملت في المعامل. وبالتالي لما بنعمل اي تجربه عمليه ان اكسبيرمنتال وركس بينتج منه حاجتين، بينتج منه ريزلتس وبينتج منه اوبزرفيشنز، طلع نتائج وبنشوف اللي حصل ايه. طب بروفيسور ماتوف لما عمل التستنج ده ايه النتائج اللي طلعها؟ طلع التالي، قالك لما يكون، قالك هو لما جه عمل الاختبار بتاعه قالك عمل البوش اوف ميثود ده على نوعين من العينات، او هو عينات كتير بس على نوعين، الكراكت والان كراكت. يعني السطح ما بين التو بلوك اوف كونكريت دول هما مره كان في كراك يعني مصبوب على مرحلتين، ومره ما كانش في ان كراك مصبوب مره واحده البلوك. طب ايه اللي حصل؟ قال لك لما رسم العلاقه ما بين الاسترس الحاصل على السطح بتاع الشير فريكشن بلين والاسترس في الحديد، لقى العلاقه عباره عن علاقه خط مستقيم تقطع المحور الراسي زي ما هو واضح في الشكل اللي قدام حضرتك دلوقتي. طب العلاقة دي تشبهك، الخط ده يشبهك بإيه؟ يشبهك بالشير، بالسويل شير سترينث تيست اللي احنا كنا بنعمله زمان في السويل. وراح كتب المعادلة إن الستريس الواقع على السطح أو الشير بلين عبارة عن سي بلس ميو في سيجما. قال لك السي هي عباره عن الكوهيزيف اللي هو الالتصاق او التماسك ما بين السطحين، يبقى الترم ده السي هو الكوهيزيف، الترم الثاني ده اللي هو الفريكشن. يبقى حصل هو من النتائج بتاعه التيست على المعادله دي المهمه جدا اللي هي اساس التصميم بتاعنا. طب السي عباره عن الكوهيجن، وميو وسيجما، ميو هي عباره عن الكوفيشن اوف فريكشن بين السطحين، والسيجما قال لك الكومبريسيف ستريس اون ذا شير بلين. هنعرف بقى الكومبريسيف ستريس ده جاي من فين. قال لك الستريس ده ممكن نعوض عنه الكومبريسيف ستريس ده ب رو مضروبه في الاف يلد بتاعت الستيل. طب اللي خد بال حضرتك دلوقتي انا بتكلم على، ادي عندك البلوك اللي بيتكلم عليه في التستنج، وادي الشير بلين اللي حصل عليه. لو بصيت على السايد فيو هتلاقي مثلا البلوك ده عرضه كده، فلو المسافه دي بي والمسافه دي تي، فاصبح مساحه
الشير بلين هنا عباره عن بي في التي، وبالتالي الفي هي عباره عن الفي التيميت اللي هي الشير اللي مؤثر هنا القوه مقسومه على المساحه اللي هي ايه الشير بلين اريا اللي هي تساوي السي بلس ميو في الاي اس مساحه الستيل اللي موجوده دي كلها مقسومه على البي في التي مضروبه في الاف في. نمسح دي خالص عشان مش داخل المعادله. دي هي المعادله اللي موجوده عندنا. لو عايز احول المعادله دي من ستريس لفورس هشيل دول قصاد بعض كده وتبقى معايا في التيميت تساوي سي بلس ميو في الاي اس في الاف في. دي المعادله وبعد كده هنعرف ان ايه اللي حصل بعد كده في المعادله دي. وزي ما هي الرو في هي ذا ريشيو اوف ذا ترانسفيرس رينفورسمنت اكروس ذا شير بلين تو ذا اريا اوف ذا شير بلين، اللي هي عباره عن مساحه التسليح اللي موجوده في الشير بلين مقسومه على مساحه الشير بلين نفسه كقطاع. طب حلو جدا، ده بالنسبه للتستنج، ده بالنسبة للريزالت هو حطوها كده. طب ايه الاوبزرفيشن اللي عمل؟ ايه الاوبزرفيشن اللي حصلت؟ ايه الاوبزرفيشن؟ قال لك الاوبزرفيشن اللي حصلت حاجة مهمة جدا جدا جدا. لما بتيجي حضرتك عند حضرتك عمود وكاميرا بالشكل ده، ادي عندك بيم وعندك كولوم بالشكل ده. وفي عند حضرتك طبعا ده الرياكشن بتاع الكولوم وده الفورس اللي جاية على البيم. يا ترى شكل الانهيار او شكل الكراك بتحصل شكلها ايه؟ بيحصل الكراك شكله ازاي؟ بيحصل كراك شكله كده، تلاقي حضرتك هيتكون كراك كده كده. عشان كده بنحط التسليح بتاعنا الدياجونال بالشكل ده. خد بال حضرتك من شكل الكراك اللي حصلت هنا في البي. طب هو ليه ايه؟ قال لك لو عندك العينه بتاعتك في الشكل ده بالصوره دي اهي واثرت بقوه في هنا والقوه الثانيه الفي هنا اهي فحصل شير على البلان ده، وبالتالي اول اوبزرفيشن لاحظها البروفيسور قال لك في عندك the first series of crack will develop diagonally. قال لك اول كراك هتحصل دياجونالي، يعني كراك هيحصل. ادي الكراك اهو وادي الكراك اهو، وكل الكراكس اللي بعد كده هتحصل ايه؟ هتحصل دياجونال. ده في البدايه. طب لما حصل كراك دياجونال بالشكل ده ايه اللي حصل بالظبط؟ قال لك كل كراك من دول تعرض، خد بال حضرتك القوه الشير دي هتتحول لاكسيال دلوقتي، اصبحت في قوه هنا، اصبح قوه كومبريشن، حصل كومبريسيف استرات. كل واحد من كل ما بين اثنين كراك كده حصل فيه استرات معرض لكومبريشن. اللي هو لو جيت حضرتك اخذت ممبر صغير بالشكل ده كده هتلاقي في عندك الشير لفوق والشير هنا كده والشير لليمين والشير للشمال، حصل عند حضرتك الدياجونال تنشن المشهور بالنسبه لنا. عشان كده حصل الكراك ازاي؟ حصل الكراك بالشكل ده. ده الملاحظات بتاعت مين؟ بتاعت التيست. قال لك لما بيحصل في الاند بتاعت الستراتي ده بيحصل موفمنت، والموفمنت دي خد بال حضرتك بتحصل موفمنت. الموفمنت دي هتولد تنشن فورس على التسليح. الموفمنت اللي هتحصل هتولد تنش، هو السيبريشن بقى، خد بال حضرتك اول ما بيحصل موفمنت بيحصل سيبريشن، واول ما بيحصل سيبريشن بين التو لايرز او التو على الشير بلين بيتولد تنشن على التسليح اللي هي كلامبنج فورس. طب بص حضرتك مهم، حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لنا. لو عندك ادي البلوك بتاعنا اللي بنتكلم عليه واثرت بقوه
في وصلت بقوه فيهم. فعشان يحصل شير فريكشن لازم يحصل موفمنت، لازم يحصل سليب، وبالتالي بيحصل حركه افقيه سليب. الحركه الافقيه دي هيتولد عليها، هيتولد منها شير فريكشن ستريس، هيتولد منها فريكشن ستريس. طب الفريكشن ستريس ده اتولد من فين؟ قال لك اتولد من الكومبريشن اون ذا كونكريت سيرفيس. والكومبريشن من الكونكريت سيرفيس اتولد من فين؟ قال لك اتولد من التنشن انفورسمنت. التنشن عايز يعمل كلامبنج للتو بلوكس توجذر، عايز يمنع السيبريشن بتاع التو بلوكس اوف كونكريت ان هم يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم سليبج. وبالتالي قال لك الشير ان ترانسميتد اكروس ذا كراك باي الشير، بقى اللي حصل الشير هي القوة في دي هتتوزع او هتتقاوم بالفريكشن والداولز. بقى ده الاساس، ده اللي هو النظريه في الاول، ده هو النظريه. طب تعالى بص كده حضرتك دلوقتي المعادله بتاعه اللي استنتجها من التستنج. قال لك الاسترس على سطح الشير بلين يساوي سي بلس ميو في سيجما، وعرفنا ان سيجما هي عباره عن نسبة التسليح بالنسبة لمساحة الشير فريكشن بلين مضروبة في الاف ييلد، والسي هو عبارة عن الكوهيجن. قال لك احنا ما احنا هنحمل السي نهائي، مش هناخد الكوهيجن معانا. ليه مش هناخد الكوهيجن؟ لان احنا بنتكلم على خرسانة يا اما مصبوبة مع بعضها مونوليتيكالي، يا اما بيكاست، يا اما سطحين مصبوبين في وقتين مختلفين، وبالتالي هنهمل السي. فاصبحت المعادله زي ما قلنا لحضراتكم، الفي الستريس اللي حاصل على اللي حاصل فيه الشير بلين يساوي ميو مضروب في الرو مضروب في الاف يلد. زي ما اتفقنا ان ده مقسوم على مساحه وده مقسوم على مساحه، لو مساحه ايه؟ السيرفيس اريا بتاعت الشير بلين. يبقى الاريا راحت مع الاريا، يبقى بدل ما تحول ستريس تحول لفورس، يبقى الفورس اللي مأثره او الشير المؤثر عندك عشان تقاومه هتقاومه بالفريكشن اونلي، ويساوي الاي في اف مضروب في الاف ييلد مضروب في الاي في. ده مساحه التسليح اللي لو عندك ده المتوقع الكراك مثلا، يبقى ده مساحه التسليح اللي بنتكلم عليها. الاف ييلد اللي هو اليلد سترينث. ميو قال لك هو عباره عن الشير فريكشن، وده يساوي بقى ده من الجدول. قال لك لو عندك الخرسانه مصبوبه مع بعضها مونوليتيكالي هتاخد ميو تساوي 1.4 لامدا، ولامدا ده فاكتور يساوي 1 في النورمال ويت كونكريت، او على حسب بقى لو هي لايت ويت كونكريت هتاخده 8.10 او 0.75 على حسب الكود اللي انت بتتكلم فيه. لو الخرسانه concrete placed against hardened concrete that is clean, free and intentionally roughened والرفن مقداره تقريبا كورتر انش هتاخد ميو تساوي 1. لو ما عندكش رفن هتاخد ميو 0.6. يعني من الاخر، فاكرين زمان لما اي حد بيصب خرسانه او بيصب اي حاجه يقول لك لو سمحت لو في خرسانه جايه فوقيه لو سمحت خشن السطح. كلمة خشن السطح دي بتزود من 6.10 ميو لواحد، يعني تقريبا 8 من زيادة دبل اولموست دبل. اما لو انت بتتكلم على خرسانة placed against a rolled section، لو انت بتتكلم على خرسانة هتصبها على سطح املس حديدي بتاخد الميو بتاعتك 0.7، تاخد الميو بتاعتك 0.7. ده بالنسبة لأساس النظرية العلمي من التجارب والمعادلة بتاعة الريزلتس والأوبزرفيشن. طب تعال نشوف لو عندك
سيخ التسليح ده كله ده، خد بال حضرتك، لو سيخ، لو القوه في موازيه للشير بلين والتسليح عمودي على الشير بلين، طب لو التسليح مايل هيحصل ايه؟ قال لك لو التسليح مايل على الشير بلين، خد بال حضرتك، مايل وليست على القوه، مايل على الشير بلين. لو التسليح مايل على الشير بلين اصبح في عندك مركبتين. طب المركبتين جم من فين؟ انا فاكر حضرتك قلت الناس كتير قوي لما بتكلم على الشير بتفكر ان اللي بيحصل قص على البارز او قص على التسليح اطلاقا. لا، ما بيحصلش قص على التسليح، بيحصل تنشن في التسليح، فبيحصل قوه تنشن هنا. القوه التنشن الحاصله في الريبار مقدارها ايه؟ قال لك مقدارها ايه؟ ايه مضروبه في الاف يلد. هذه القوه هتتحل لمركبتين، مركبه راسيه ساين ومركبه افقيه كوساين. وبما ان المركبه الراسيه بتضغط، قبل حضرتك، هي اساسا بتشد في التسليح، ولكن هي اصلا بتعمل كومبريشن في الخرسانه لكل فعل رد فعل، وبالتالي هذه القوه الساين بتضرب في ميو زي ما خدنا في علم الديناميكا زمان، الاحتكاك ميو هو معامل الاحتكاك، والاي في في الساين هي عباره عن القوه المؤثره الكومبريشن. فاصبح في عند حضرتك مركبتين، مركبه فريق راس افقيه ومركبه راسيه. المركبه الراسيه اللي هي عباره عن الكلامبنج كومبوننت، والمركبه الافقيه عباره عن الكومبوننت، ودول هما اصبح عندك لو عندك التسليح مايل بزاويه الفا على الشير بلين. طب تعال نشوف الكود الامريكي في الاي سي اي قال لك ايه. الاي سي اي نمشي واحده واحده. الاي سي اي قال ايه؟ الاي سي اي في شابتر 22 سيكشن 22.9.1 قال لك عشان نستخدم الشير فريكشن، اي قطاع عندك ليه كبسي وفيه القوه المؤثره عليه، القوه المؤثره عليه اللي هي الابلايد فورس احنا بنسميها الديماند، يبقى الفي التيميت دي ده اللي هي بنسميها الديماند اللي هي مؤثره على القطاع. الفي ان اللي هي النومينال سترينث اللي هي بنسميها الكباسيتي، القطاع ممكن يشيل كام. قال لك فلسفه التصميم الديزاين سترينث قال لك لازم تكون القوه او الستريس النومينال مضروب في السترينث ريدكشن فاكتور، لازم يكون اكبر من او يساوي الديماند، يعني الكباسيتي اكبر من الديماند. خلاصه القول، طب الفير سترينث ريدكشن فاكتور فيه قال لك يساوي كام؟ قال لك يساوي 0.75. في الشير بناخد السترينث ريدكشن 0.75، يبقى 0.75 مضروب في الكباسيتي لازم يبقى اكبر من او يساوي الديماند. كلام زي الفل. في السكشن 22.9.4.2 قال لك التالي، قال لك ادي المعادله اللي جت من التستنج اهي، بس ما طبعا السي اللي هو الترم الثاني في المعادله اهمل زي ما اتفقنا اللي هو الكوهيجن اهمل. وبالتالي المعادله هي ميو مضروبه في الاي مضروب في الاف يل، موضوع منتهي. قال لك لو عندك، لو التسليح مايل بزاويه الفا على الشير بلين، المعادله دي تحول الى المعادله دي ليها ترمين، كلامبنج وبرر فورس. كلام لحد كده كلام زي الفل. مهم جدا بقى يا جماعه، وللاسف ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها من هذا الامر. خد بال حضرتك هنا كده في الجمله دي كده بيقول ايه؟ الشير فريكشن doesn't apply. انت قال لك لو كومبريشن رينفورسمنت، يعني ايه كومبريشن رينفورسمنت؟ موجود يا جماعه في سيكشن 22.9.4.3
خد بال حضرتك، دي مهمة جدا، مهمة جدا دي. لو انت عندك ادي الشير بلين بتاعك بالشكل ده، وفي عند حاجه قوه شير طالع لفوق وفي قوه شير نازله لتحت، فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل قوه شير دي، بيحصل شير هنا، بيحصل تنشن هنا رينفورسمنت. طب لو العكس بقى، لو تسليح مايل كده هيحصل كومبريشن هنا، واحد من الكومبوننت تحصل كومبريشن. قال لك لو حصل كومبريشن مستحيل الشير فريكشن تطبق. طب الكلام ده ليه؟ بمنطق ليه؟ طب ما هتشتغل. قال لك لا مش هتشتغل. طب تعال نشوف مشتغل ليه. بص حضرتك كده نرجع لقى للفيرست برنسبل بقى بتاعت ايه؟ بتاعت الخرسان. لو عند حضرتك كاميرا بالشكل ده، وعمود ده قلم وده بيم، وعندك فورس هنا وادي رد الفحل بتاع العمود كده، يا ترى حضرتك اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيحصل كراك هنا، في شير كراك. طب شير كراك بتبقى شكلها ازاي؟ قال لك شير كراك هتبقى كده. حلو. طب احنا بنحط حديد التسليح ازاي؟ بنحط حديد التسليح دايما عمودي على الكراك، لان لو خدنا، لو حضرتك اخذت ممبر لحته اليمنت بالشكل ده والشير هنا كده، فالدايجونال شير بيحصل ازاي؟ بيحصل كده، وبالتالي الكراك حصل ستوري العكس ده كده وده كده، فالكراك بيحصل كده، ده اللي هو الكراك. طب بنحط الحديد ازاي؟ احنا بنحطه عمودي على الكراك عشان يشيل التنشن. يعني لو جيت حضرتك حطيت السيخ المكسح كده هنا كده، لو حطيت السيخ المكسح هنا كده وحطيت السيخ المكسح هنا كده وحطيته كده قلبته، يعني هل هيتغير حاجه في في الكراك دي؟ قال لك ما زال الكراك هيفضل زي ما هو كده وهيوسع، وهيحصل انهيار هنا كده، او يحصل انهيار كده، او يحصل انهيار كده. ما هو ده اللي حصل بقى هنا كده يا جماعه، ان حصل كومبريشن في التسليح، ما حصلش تنشن. فعشان يحصل تنشن في التسليح لازم يعمل ايه؟ لازم تحط البار بتاعك ايه؟ بالشكل ده، عمودي على الكراك. عشان كده ده لهذا السبب، ده السبب ده ما ينفعش، لان لما بيحصل كده الكراك بيحصل ازاي؟ الكراك هيحصل كده. نمسح ال، فالكراك هيحصل كده. اذا ما دام الكراك هيحصل كده ما فيش حاجه هتخلي الكراك يمنعه من انه يكبر لحد الانهيار، خلاص يبقى الجزء ده يدخله، خلاص يبقى كده الانهيار هيحصل، هيحصل مش بس كده. طب احنا دلوقتي ما عندناش، باختصار كده بنحط الحديد دلوقتي، ما بنحطش راسي، بس ما بنحطش الدياجونال بطه. وبالتالي لو عند حضرتك بنحط ايه؟ بنحط كنات. الكود قال لك في مسافه بين الكنات لازم ما تعديهاش. طب ايه السبب؟ السبب واضح جدا زي ما عرفنا زمان في كورسات الخرسانه في البدايات، ان لما حضرتك الكراك بيحصل، بيحصل كده. الكراك ده تقريبا بيحصل على زاويه كام؟ على زاويه 45 تقريبا. طب انا لو حط لا زاويه 45، لان المسافه دي تقريبا دي. طب لو حطيت الكنات بقى كل مسافه دي حضرتك، يعني حطيت واحده هنا وواحده هنا على مسافه دي، ما انت حضرتك كده الكراك حصل ما بين ايه؟ ما بين الكنتين اللي عندك، فاصبح هيحصل ده انهيار بالشكل ده. يبقى مهما حطيت تسليح راسي او كنات تقاوم الشير، هي مش هتقاوم الشير، لان الكراك هيحصل بين ايه؟ بين الاثنين. وبالتالي لازم على الاقل يبقى في عند حضرتك كنه هنا، تعمل الكنه دي بتعمل كلامبنج
بيحصل فيها تنشن فورس. تنشن فورس الكراك ده عايز يوسع، فلما الكراك عايز يوسع بيحصل تنشن فورس في ايه؟ في الكنات. ايه اللي بيمنعه انه يوسع؟ هي الكانه. طب امتى يزيد يوسع؟ امتى يوسع؟ لما الفورس على الكانه تزيد عن اليلد بتاعها. وده لهذا السبب يا جماعه مهم جدا نبقى فاهمين. الكراك، الكراك بنحط فيه خرسانه، بنقاومه بحديد تسليح. طب حديد التسليح ده بيبقى شكله ازاي؟ لازم يعرض لتنشن ولا كومبريشن؟ لازم يعرض لتنشن. ده السبب ان ما ينفعش احط في الشيرو فريكشن. ده السبب اللي خلى الكود ما ينفعش حديد التسليح يبقى مايل في ويحصل فيه كومبريشن فورس. ده طب هل في اقصى فورس، في اقصى قوه ممكن تتنقل في الشيرو فريكشن؟ يجي واحد يقول لك ايه، طب ما انا كده ممكن انجل زي ما انا عايز، احط بقى حديد تسليح بقى عمودي على الشير بلين براحتي. قال لك لا، مش براحتك. الكود حط ابر ليميتس هنا عند حضرتك. الكود عند حضرتك حط ابر ليميتس في ار، في سيكشن 22.9.4.4 حط ابر ليميتس. لازم الخرسانه تشيل الفورس دي، لاما بعد كده انك انت الخرسانه هتشرخ حوالين، هيحصل كونسنتريشن ستريسز والخرسانه نفسها هتشرخ. فلازم الخرسانه بقى القطاع بتاعك يشيل الفورسز دي. فقال لك ايه؟ قال لك في مينيمم هنا في التيبلز دي. على سبيل المثال ده لو حضرتك شغال بالاس اي يونت، وده لو شغال باليو اس يونت. ده مترك يونت وده اليو اس يونت. قال لك لو النورمال ويت كونكريت بليس مونوليتيكالي اور بليس اجينست هارد ان كونكريت انيشيالي انتشنلي رافين تو ا فول امبليتيود اوف ابروكسيميت كوارتر انش. لو عند حضرتك سواء الخرسانه مصبوبه مع بعضها او مصبوبه على مرتين بس السطح بينهم رافين، هتستخدم الثلاث معادلات دول هم وتاخد منهم ايه؟ وتاخد منهم الاقل. قال لك الفي ان المفروض لا تزيد عن دي، زي ما هنعرف بعد كده مسائل بالارقام. انا حاطط كميه امثله بالارقام كتير جدا. لو حضرتك شغال بالمتريك يونت يبقى هتستخدم المعادلات دي. اذر كيسز بقى يبقى هم المعادلتين دول. يبقى بعد ما تحسب الفي التيميت اللي هي القوه المؤثره على القطاع عندك، بتحسب الفي ان مرتين، بتحسبها من التسليح وتحسبها من القطاع من المعادل من الجدول ده. واهم حاجه بتاع التسليح ما يزيدش عن مين؟ ما يزيدش عن اللي في الجدول ده، زي ما هتشوف بعد كده. في ليميت مهم جدا يا جماعه برضو، حطوا الاي سي اي في سيكشن شابتر 20، وقال لك لو هتستخدم الشير فريكشن لو سمحت اليلد ما يزيدش عن الاف يلد. الاف يلد بتاعتك لا تزيد عن 60 كي اس اي. 6 كي اس اي اللي هي 420 ميجا باسكال، ده متضرب في 7 عشان التحويله اهو 420 في المتريك يونتس. طبعا احنا دلوقتي في الكود الجديد الاي سي اي 19 في حديد جريد 80 وفي حديد جريد 100 اللي هو 550 و690. قال لك ممنوع منعا باتا تستخدم اكتر من 6 كي اس اي او 420. طبعا لو استخدمت حضرتك يعني، بس عشان الناس تبقى فاهمه الصوره، طب انا لو استخدمت 690 ميجا باسكال المنشا بتاعها يقع؟ لا اطلاقا، لا طبعا. في سبب علمي، يعني في سبب علمي وراء كده، مش المبنى احصل كولابس اطلاقا. طب ايه السبب العلمي؟ ايه السبب ليه الكود قال ما تستخدمش في الشير فريكشن حديد اليلد بتاعه اكبر من 420 ميجا باسكال او 60 كي اس اي؟ تعال نشوف. صراحه يعني قعدت ادور لقيت الموضوع يعني لو بصيت في سيكشن الار الكومنتري 20.6 20.2.2.4 هتلاقي هو قايل لك كده كام جمله هنا حلوين.
ممكن تستنتج منهم وممكن لا. The limit of 60 BSI, 60 BSI on the value of F yield and F yield tension used on the design for most shear and torsion reinforcement is intended to control the widths of inclined crack under surface level gravity loads. قال لك the higher yield strength 80 is permitted في الشير ديزاين not في الشير فريكشن. يعني الانتنت بتاعه انه يعمل كنترول للويدث اوف ذا انكلاين كراك. طب ما الكلام ده معناه ايه؟ بص حضرتك حاجه ثانيه كمان. قعدت ادور واعمل ريسيرش اكتر لقيت في بيبر برضو لكان اند ميتشل منشوره في الاي سي اي ستراكشر جورنال 2002. كانت اختصار البيبر دي بتقول عشان ال 6 كي ساي قال لك ايه؟ It is recommended that the yield stress on the transfer reinforcement اللي هو بيتكلم على الشير فريكشن reinforcement now be limited to 6 كي ساي to limit the slippage along the smooth crack on the high strength. هو بيتكلم على high strength هنا بس هي اللي انا عايز اوصل له هي دي كده. To limit the slippage along the smooth crack and to give uniform friction coefficient for normal and high strength concrete. طب ايه الكلام الكبير ده؟ بص حضرتك بقى لو انا عندي بلوك تو بلوك خرسانه كده اهو وادي الشير بلين هنا كده. معادله الشير بلين معادله الشير بتقول الشير فريكشن بتقول لك ايه؟ الفي ان او الفي في ان تساوي الفي مضروب في ميو في الاي اس اف مضروب في الاف يلد. دي معلومه عندك اللي هي عباره عن الفي التيميت هتساوي الفي ان في في ان مضروب بتساوي الفي التيميت. ميو معروفه من الجدول يا واحد يا 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 واحد يا واحد واربعه من عشره يا سته من عشره يا سبعه من عشره ايا كان القيمه بتاعتك. 3.75 معروفه. الاي اس دي مجهوله بالنسبه لي، اليلد معلوم. طب دي معلومه، طب لو كل ما زادت دي لو دي كانت مثلا 420 او كانت 550 او كانت 690 على حسب اليلد. كل ما زادت الاف يلد كل ما حصل ايه للاريا؟ كل ما الاريا مالها؟ قلت. كل ما الاريا قلت. يعني كل ما الاريا قلت يعني المسافه بين الاسياخ مالها؟ هتزيد. لما المسافه بين الاسياخ هتزيد احنا بنتكلم على ميو اللي هي الفريكشن. الفريكشن جاي من فين؟ في قوه تنشن في الريبارز هنا بتولد كومبريشن فورس. طب ما المسافه دي بعيده عن بعض وبالتالي كومبريشن هنا والكومبريشن هنا والحته دي ما فيهاش كومبريشن وبالتالي الكراك هتوسع هنا اهو لكن هنا مش هتوسع. يعني الشير فريكشن في المنطقه دي كويس سوري الفريكشن كوفيشن هنا تمام والفريكشن كوفيشن هنا تمام والحته دي ما فيهاش فريكشن كوفيشن خالص لان المسافه زادت. وبالتالي لما يكون الاف يلد قليل ده التسليح بالاس زادت. يعني معنى الاس زادت يعني فيها اصبح عندك المسافه بين الفيرتيكال او بين الرينفورسمنت اصبحت ايه؟ قريبه. يعني اصبح في يونيفورم ايه دلوقتي؟ يعني اصبح الفريكشن فورس دي اللي احنا بنتكلم عليها المحسومه بالفي ان متوزعه بايه؟ متوزعه بانتظام والكراك اصبح ماله بقى؟ ما بيكبرش. ده السبب اللي عايز يوصل له هنا في هذا الامر. يبقى السبب مش سبب كولابس ولا اي حاجه خالص ولا داكتايل ولا 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 ولكن هو السبب هو عباره عن سيرفيس ليفل انه عايز يوصل ان الكراك عايز يضمن ان الفريكشن كوفيشن موزع بانتظام على السطح الشيرفلين بالاضافه الى ان الكراك كلها ماشيه ايه؟ ماشيه ميه واحده مفيش اي مشاكل فيها. او ما بتوسعش في حته وتضيق في حته وهكذا يعني. طب دلوقتي اصبح انا لو عندي شير بس ده كلامنا كله ده وانا عندي شير بس. طب لو عندي شير وعندي قوه خارجيه نورمال فورس او عندي مثلا بندنج
اعمل ايه؟ ما هو اوقات كتير قوي في بيحصل بيننج، عندك بيننج على بين الصفحين، تعمل فيه ايه؟ قال لك لو عندك تنشن فورس خارجيه، تنشن فورس خارجيه، الكود قال لك ايه؟ قال لك الاريا اوف رينفورسمنت ريكوايرد تو ريزيست ا نت فاكتور تنشن اكروس ان اسومد شير بلان شال بي ادد تو ذا رينفورسمنت ريكوايرد شير فريكشن. يعني بالاضافه الى على التصليح اللي جاي من الشير فريكشن، هات تصليح ثاني من التنشن واجمع الاثنين مع بعض وحطه في القطاع. يبقى اصبح في اثنين تصليح دلوقتي، او التصليح جاي من حاجتين، من الشير فريكشن بالاضافه الى الاي اس، بالاضافه الى الاي اس اللي جاي من ايه؟ اللي جاي من التنشن. يبقى لو عند حضرتك فورس، يعني عند حضرتك دلوقتي ادي القطاع بتاعك اهو، وفي عند حضرتك شير كده وشير كده، وفي عند حضرتك تنشن فورس هنا تنشن فورس هنا، قال لك هتجيب التصليح اللي هنا اللي هو اللي بنسميه الاي في اف من المعادله دي، وهتجيب التصليح هنا من التي مقسوم على الفي في الاف يلد، تجمع الاثنين مع بعض وتحطوه في هذا القطاع. طب لو القوه دي كومبريشن، لو القوه دي كومبريشن يحصل ايه؟ قال لك لو قوه كومبريشن بقى، ادي القطاع بتاعي وادي الشير بلين، وعند حضرتك ادي القوه الشير، وعند حضرتك كومبريشن هنا. قال لك حقيقه الكومبريشن ده هيساعدك، هيساعدك هيساعدك، لانه ده المفروض يقلل التسليح، المفروض يقلل التسليح، بس يفضل انك تهمله. لو كومبريشن انا بهمله. شوف الكود قال لك ايه؟ Permanent net compression across the shear plane shall be permitted to be added to the AF times the F field. يعني المفروض بقى الكومبريشن فورس ده يساعدك في ايه؟ في التسليح، المفروض يقلل التسليح بقى. شوف هنا كده بقى بيقول لك هنا في الكومنتري should be used to reduce amount of shear friction enforcement، المفروض يقلل. Required only if compressive force across the shear plane is permanent. كلمة permanent دي يا جماعة كلمة كبيرة جدا. permanent يعني أنت متأكد 100% إن ده موجود 24 ساعة في اللايف تايم بتاع البيلدنج. موجود 24 ساعة في اللايف تايم بتاع البيلدنج. ده بالنسبة لو انت عندك تنشن او عندك كومبريشن. طب في الديتيلنج الكود قال لك ايه؟ قال لك نص على حاجة مهمة جدا جدا جدا. قال لك ايه؟ reinforcement across the shear plane to satisfy shall be anchored to develop a fear in both sides. والموضوع ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا، وخصوصا لو انت بتزرع عشاير عمود، لو حضرتك بتزرع عشاير عمود او بتعمل قميص لعمود او بتشغال في الريبير او كل اللي انت بتعمله لو عند حضرتك عمود كده وعايز تزرع عشاير في القاعده بالشكل ده مثلا، تقول اوكي خلاص انا كده اقول مثلا 5 سم او 10 سم او 20 سم او وات ايفر، واعملها ايبوكسي وخلاص الموضوع خلص. قال لك الكلام ده ليس الكلام ده دينجرس. قال لك يجب ان تتاكد ان المسافه دي حصل ديفلوبمنت للبار، حصل ديفلوبمنت للبار. يعني البار ده اهو if yield in both sides develop to develop if yield in both sides. يعني لو حضرتك حط التسليح ان السيخ الحديد ده يحصل فيه تنشن مقداره الاف يلد مضروب في الاريا، لازم المسافه دي تبقى ال دي ديفلوب لينس. عشان كده 99% من معظم الاحوال بنحط حديد كتير جدا عشان مش بنقدر نوصل لمين؟ عشان ما بنصممش على اليلد، عشان ما بنصممش على اليلد. بنصمم اقل من يلد عشان ما بنقدرش نعمل ايه؟ ديفلوب لينس لي. عشان كده مهم جدا لما حضرتك بتعمل داولز لازم تستخدم ايه؟ اقطار صغيره. لما تستخدم اقطار صغيره وتدخل هنا مثلا 20 25 سم وات ايفر از
لازم القوة لازم يحصل هنا ديفلوبمنت لمين؟ للاف يلد، لازم يحصل ديفلوبمنت للاف يلد. اوكي. طيب دلوقتي احنا عدت تقريبا ساعة الا 10. عندكم نفس نكمل تاني؟ انا لحد دلوقتي يعني جايب امثله كتير جدا عشان وفيهم كم مثال ممتعين جدا للناس اللي هي بتصمم هاي ريز بيلدينجز يعني. للاسف مش شايف اي كومنتس ولا اي لو اي حد نكمل تمام. طب لما تزهقوا قولوا عشان انا كده ممكن اسرح وانتوا تزهقوا يعني. فاتمنى لو اي حاجه يا جماعه بلغونا مباشره يعني. طب هستخدم الشير فريكشن فين يا جماعه؟ بستخدم الشير فريكشن فين؟ قالك الشير فريكشن استخداماتها في المنشآت بتاعتنا سواء كاست ان بليس او بري كاست لا تعد ولا تحصى. الشير بليكيشن كده ممكن استخدمها في اتصال القاعدة مع العمود. ممكن استخدمها في اتصال القاعدة مع العمود. ممكن استخدمها في الديافرام مع الشير وول. ممكن اصمم بيها الكوربل. ممكن اصمم بيها البيرنج بتاع البيم على الفاونديشن على الكوربل. ممكن اصمم بيها البيرنج بتاع بيمز على اي حاجه خرسانه. ممكن اصمم بيها الديبد اند بتاعه البري كاست بيمز. ممكن اصمم بيها الكونكشن ولا شابتر 17. ممكن اصمم بيها اي بوتنشال كراك. اي كراك ممكن تشوفه حضرتك وممكن يتولد ممكن تصمم ممكن تستخدم الشير فريكشن في البانشنج شير. ممكن تستخدم الشير فريكشن في البانشنج شير. طب تعال ناخد مثال بالارقام ونعرف الكلام ده بيتحل ازاي او بتفكر ازاي. اول حاجه هاخد الكونكشن دي بقى. ايه هي الكونكشن دي؟ ده ورده. عند حضرتك كوبري او عند حضرتك ستيل بيم او عندك بري كاست بيم او عندك كاست ان بليس بيم مع عمود تحتيها بالشكل ده او بير بالشكل ده او بلستر بالشكل ده. لما بيحصل عند حضرتك البيم اللي بالشكل ده البيم دي مرتكزه على عمود هنا او بير او كانتليفر او كوربل او 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 اتوقع يحصل ايه؟ قال لك 100% عشان الحمل ده كونسنتريتد هنا عشان يتولد ويتوزع يونيفورم هنا. قال لك متوقع ان الانهيار هيحصل عند حضرتك هنا كده. هيحصل كده جزء كده من الجزء ده عايز يتخلع لبره. عايز يتكسر وده وارد. لو حضرتك بتعمل انسبكشن او حضرتك بتعمل فرنزك بتروح الموقع وبتشوف المشاكل اللي بتحصل او بتعمل انسبكشن لمنشآت اوريدي موجوده هتشوف الكراك ده منتشر قوي. الكراك ده منتشر ليه يا جماعه؟ لان الكومبريشن الفورس بتاعتك بتتوزع على مساحه صغيره في الاول وبالتالي بيحصل كراك. في بوتنشال كراك. طب تعالى نشوف مثال بالارقام وازاي نستخدم الشير فريكشن في الموضوع. قال لك عندك المثال ده عندك الديد لود 25 كيب اللايف لود 30 كيب وفي عندك قوه تي هنا. انا عشان بستخدم في الكود الامريكاني فانا بشتغل بالكيب والانش. عشان حضرتك سيبك من الكيب والانش اعتبر الكيب لما اقول كيبس اعتبر الكيبس طنز واشتغل بالطنز كانها طنز. ولما اتكلم على انش اعتبرها سنتي. يعني ما تشغلش بالك حضرتك بالوحدات. افهم الكونسبت. كان تعامل مع الكيب على انه طن وتعامل مع الانش على انه سنتي.
واحد يقول لي طب ما دي سيمبلي سبورتد، جه منين هو تي هنا؟ الله، طب انا ممكن اعملها رولر وما فيش قوه تي. كلمه رولر يا جماعه، كلمه رولر يا جماعه حقيقه في المنشات الخرسانيه مستحيل تحصل، وبالتالي لازم في قوه تي هنا. القوه تي اللي هنا دي القوة التي هنا دي يا جماعة. أنا شايف في ناس بتبتدي تسأل، يعني أنا أفضل نخلي الأسئلة كده في الآخر عشان إيه، عايز أغطي أكبر قدر ممكن من السلايد اللي أنا عاملها، وخصوصا عايز أغطي جزء الديافرام والكونكشن بتاعت الديافرام مع اللاترال لودز، لأنه مهمة جدا. فإن شاء الله أجاوب كل الأسئلة في المحاضرة إن شاء الله. فال طب واحد يقول لي انا رولر مفيش عندي قوه افقيه هنا، لا، القوه الافقيه دي ورده ورده ورده. تيجي من فين؟ قال لك تيجي من الشرينكج، تيجي من التمبريتشر تشينج افكت، تيجي من حاجات كتير قوي، وهثبت لك دلوقتي ان الكود قال لك لازم تاخد مينيمم قوه افقيه لو عندك بيرنج بيم هنا، ايا كان نوع البيرنج، هنج او رولر. هتقول لي رولر ما بتتحرك، لا، الرولر ما فيه فريكشن. ما هو الفريكشن ده نتيجه الويت بتاع اللودز اللي جاي على البيمز وهكذا، حتى لو كانت رولر ما زال في قوه افقيه جايه من الفريكشن. عشان كده هنا في المساله حاطين لي تي تساوي 20 كيلو، جايه من ام الشرينكج والتمبريتشر افكت. والاف سي برايم 3.5 كي اس اي 3.5 في 7 اللي هي عباره عن 24.5 ميجا باسكال، واليلد 6 كي اس اي. تعال نشوف الكود قال لك ايه. خد بال حضرتك، شابتر 16 ده من الشباتر المهمه جدا في الكونكشنز. شابتر 16 في الاي سي اي مهم جدا في الكونكشنز. انا هسيب حضرتك تقراها كله، بس انا هركز على حاجه واحده بس. الان يو سي اللي هي القوه الافقيه الاكسيال اون ذا بيرنج شال بي 20% of the sustained and factor reaction multiply by load factor 1.6. انا عايز اقول لحضرتك لو ما عندكش قوه افقيه في الكونكشن في البيرنج، خدها 2 من 10 من الاحمال الراسيه الدايمه على الكونكشن. ده اللي عايز اقوله، هو اللي هي تقريبا اللي هو حساب الشرينكج والتمبريتشر ليها 20. تعال نشوف اول خطوه يا جماعه. بالنسبه لنا اول خطوه هنجيب الفاكتور لودز، سوري، هنجيب الفاكتور لودز عند الديد وعند اللايف وعند التي. التي هنا مش تمبريتشر يا جماعه، التي هنا قوه افقيه اكسيال فورس. عشان بس الناس اتحولت من تمبريتشر لاكسيال فورس. طبقا للكود اللي حضرتك هتستخدمه في بلدك هتعمل اللود كومباينيشن بتاعتك. ايه هي اللود كومباينيشن؟ الكود الامريكاني بياخد 1.2 دنت زائد 1.6 لايف. في ناس ثانيه بتاخد 1.4 دنت و7 من 1.7 لايف وهكذا. يبقى انا حسبت الار رياكشن اللي جاي لود كومباينيشن طلع 30 بلس 48 74 كيب 78 كيب، واضرب الشرينكج في 1.6 32. هاخد 2 من 10 من ده عشان اضمن زي ما الكود قال 2 من 10 في 78 طلع 15.6 كيب. خد بال حضرتك قال لك هنا ده نفس الكلام اللي احنا شرحناه، 2 من 10% should be considered يعني. خد بال حضرتك بقى، يبقى انا اصبح عندي حضرتك كده، اصبح عند حضرتك كده في قوه عندك ار التيميت، وفي عند حضرتك كده قوه اللي هي الان يو التيميت. تاني حاجه تفكر فيها بقى الكراك هيحصل ازاي؟ فين البلين بتاع الشير بلين بقى؟ الكراك هيحصل ازاي؟ قال لك الكراك ده تقريبا هيحصل على زاويه 20 درجه، يعني 15 20 وارد. هتحط التسليح بتاع حضرتك ازاي؟ انت هحطه مثلا، هحطه افقي، هحط التسليح هنا افقي.
قال لك لازم عشان تحط ده الشرف، ده الشرف لان بتاعك وده التسليح، يبقى التسليح مايل بزاويه 70 درجه على مين؟ على الكاك، او مايل بزاويه معينه هنحسبها دلوقتي هنشوفها. طب لما يكون حضرتك الكراك كده اهو، ده الكراك او شير بلين، وعندك القوه جايه كده، قال لك لازم تحلل القوه لقوه موازيه في اتجاه الكراك شير بلين وقوه عموديه عليه. ده اللي احنا عملناه هنا بقى، حللنا الفورسز الاور وحللنا تي التيميت والاور لقوه افقيه موازيه وقوة عمودية. الار قوة افقية، قوة موازية ار ساين، قوة عمودية ار كوساين. التي قوة موازية تي يو كوساين، وقوة عمودية تي يو ساين. خد بال حضرتك القوة دي، بص بقى القوة دي الار ساين والار كوساين في اتجاه بعض، هما اللي هيسببوا لي ايه؟ هما هيسببوا لي الشير فريكشن بس، عشان كده جمعهم مع بعض طلع الفورس الكلية دلوقتي 84.3. القوة الثانية بقى هشوف بقى المحصلة بتاعتهم تنشن ولا كومبريشن. القوة العمودية الاركوزاين الفا هتعمل ايه؟ هتعمل كومبريشن. التي يو ساين الفا هتعمل تنشن. طب هنشوف المحصلة، ده وده، ده كومبريشن وده تنشن، يبقى الناتج كام؟ قال لك الناتج 3.4 من التنشن. حلو، يبقى التنشن ده احمله واخده معايا في الاعتبار، لازم معايا، يبقى هطلع تسليح من الاي اس هنا اسمه الاي اس اف او الاي بي اف، واطلع هنا التسليح اللي جاي من ايه؟ من التنشن. تعال نشوف. ادي المعد. طب لما انا جيت صبيت الكابولي ده وصبيت الكربل ده وصبيت العمود ده وصبيت البير ده ايا كان اسمه، صبيته بناء عليه، صبيته مره واحده، فاصبح هو عباره عن مصبوب كله حته واحده، فاصبح ميو عباره عن 1.4. تمام، عندي التسليح مايل بزاويه. طب التسليح مايل بزاويه كام؟ قال لك بزاويه 70 درجه اهي، مايل بزاويه 70 درجه على الشير بلين. يبقى هستخدم المعادله بتاعت مين؟ بتاعت اللي فيها الزاويه الشير تسليح مايل بزاويه الفا. يبقى اصبح الاي اف في التسليح اللي انا عايزه يساوي الفي التيميت مقسوم على الفي اف يل مضروب في الالفا في الميو. طلعت هذا التسليح من المعادله دي، طلع 1.13 انش سكوير. وانا هطلع التسليح اللي هيقاوم كمان مين؟ هيقاوم التنشن، اللي هو التنشن كان كام؟ 3.4 مقسوم على الفي في الاف يل. طلعت التسليح ليه؟ اروح جامع الاثنين مع بعض، جمعت الاثنين مع بعض طلع كام؟ الاثنين مع بعض 1.21. انا هستخدم التسليح قطر كام مثلا؟ قطر اقسم المساحه المطلوبه على مساحه السيخ اللي عدد الاسياخ. معلومه يا جماعه برضو، الكود الامريكاني في الاسياخ كالتالي، بيقول لك نمبر 3 عندنا، نمبر 4 عندنا، نمبر 5 عندنا، نمبر 6 عندنا، نمبر 7 ونمبر 8 ونمبر 10 ونمبر 11 and go on. دول ده اللي احنا بنقول، عشان كده هتلاقي نمبر 3 ونمبر 4. طب ايه دول؟ ايه هي كلمه نمبر دي؟ خد بال حضرتك، يعني الناس اللي شغاله في الموقع والناس اللي تحتكت بناس في الموقع بيسمعوا عن حاجه اسمها لينا او لينا. يقول لك السيخ ده 3 لينيا، السيخ ده 4 لينيا، السيخ ده 5 لينيا، السيخ ده 6 لينيا. اللينيا او بيسموها ايه في الموقع؟ يعني لو انا نطقها غلط سوري، هي عباره عن 3 مللي، 3 مللي وشويه. يعني ده اسمه 3 لينا، عشان كده اسمه نمبر 3. ف 3 في 3 وشويه تقريبا اللي هو قطر كام؟ 10 ملم. 4 في 3 بكام؟ ب 12 ملم. 5 في 3 ب 3 وشويه اللي هو كام؟ اللي هو 16 ملم. 6 في 3 ب 18 ملم. 7 في 3 اللي هو 22 ملم.
8 في 3 اللي هو 25 ملم، 9 في 3 في 7 3 وشويه اللي هو 28 ملم وهكذا. ده عشان الناس تبقى يعني مستوعبه لو بتقرا لوحات بالكود الامريكاني او تصميم بالكود الامريكاني. كلمه نمبر دي ما تعادل اللينيا في مصر او في الوطن العربي، ما اعرفش بقى في الموقع بيقولوها ايه، احنا بس في مصر انا متاكد انه بالحديد بيقولوه لينيا في الموقع يعني. او في الكود الامريكاني احنا بنقول اقسم على 8 ويديك القطر بالانش، يعني ده 3 على 8 بالانش و4 على 8 بالانش هو هاف انش، ده 5/8 ده 6/8 7/8 ده 1 انش اي كان. يبقى ده هنا هيستخدم نمبر 3، هيستخدم نمبر ايه؟ نمبر 3. نمبر 3 مساحته كام؟ مساحته 0.2. طب قال لك انت خد بال حضرتك ده هيقاوم برجل واحده ولا برجلين؟ الشيء التنشن اللي حاصل لا باثنين ليجز، يبقى تقسم اثنين المساحه مرور مساحه السيخ مرتين بقى، مساحه السيخ مرتين ليه؟ لانك انت الرجل دي لها رجل ثانيه الناحيه دي، طلعوا عندك سته تايز بقى، سته تايز. هيتوزعوا ازاي سته تايز؟ هيتوزعوا على المساحه، المسافه دي تحط واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة. بعد ما طلعت حك المساحة من القانونين طلع ليه؟ طلع أول مرة تاني طلع ليه بقى؟ جت منين المساحة؟ أوبس. Oh gosh. هل الشاشه كده واضحه؟ اه واضحه يا دكتور. اه معلش فيها مش عارف اللي حصل عندي بس anyway. طب يبقى المساحه اللي احنا جايبينها دلوقتي جت من فين؟ جت في اثنين مساحه حديد هنا، واحده جت من الشير، واحده جت من التنشن اللي حاصل على الكوربل او على البير. تقسم المساحه اللي طلعتها الاثنين على مساحه السيخ مرتين لان عندي 2 ليكس اداك. لو حضرتك دي نصيحه بقى، ده انا على اساس ان انا بشتغل في الديزاين اكتر من التنفيذ وهكذا، انا انصحك بحاجه. لما تيجي حضرتك توزع التصليح هنا حط سته موزعين باستمرار بالشكل ده، وتعالى على نفسك حبه كده حط واحده ثانيه زياده من فوق كده، بيجوا اثنين جنب بعض من فوق. أنا بحب أزود التكثيف من فوق على أساس إن عشان يحصل كراك بيحصل على إيه؟ بدايته بيبدأ من فين؟ بيبدأ من هنا، فهنا هيبقى الكنترول بتاعه أكتر، فزود واحدة تانية من عندي إضافي. هل المسألة كده خلصت؟ لا ما خلصتش. ليه؟ ما إحنا كده جبنا التسليح وجبنا كل حاجة. لا ما خلصتش. خد بال حضرتك أنا بتكلم على لود كومباينيشن. انت عندك ديد وعندك لايف وعندك تي، مش ممكن يكون اللايف ده مش موجود اصلا وعندك الديد بس. اه جايز. طب ده هيعمل ايه؟ تعال بص بقى هيعمل ايه. قال لك ممكن يكون الديد بس ديد في 9/10 هنا، ضربوا ليه 9/10 هنا؟ عشان ماكسمايز تنشن بقى. خد بال حضرتك ماكسمايت تنشن. ليه ماكسمايت تنشن؟ خد بالك في اللي حصل، لو بصيت هنا ان الار ادت قوه كومبريشن، التي ادت قوه تنشن، كل ما الار كبرت كل ما هتلاشي مين؟ التي. كل ما الار صغرت كل ما التنشن ايه؟ بيزيد. عشان كده لما خدت الديد واللايف هنا التنشن طلع قليل. طب لما اخد 9/10 من الديد بس التنشن يطلع ايه؟ هيطلع التنشن اكبر. طب تعالى نشوف الحاله دي هتحكمك ولا مش هتحكم. يبقى في الحاله دي بقى يا جماعه خدت 9/10 من الديد وجبت ال V
وجبت الان طلعت التنشن هنا ايه النت تنشن 22.4، حسبت التسليح للحاله دي طلع التسليح 0.96 اقل من ايه اقل من التسليح اللي فات، يبقى الحاله دي نوت كنترول مي، يبقى الحاله دي مش كنترولينج يو، يبقى الديد واللايف هي كنترولينج يو اكتر من الحاله دي. بس كده قال لك لازم اتاكد ان الخرسانه هنا الماكسيمم بقى الليميت بقى، اروح جايب المساحه الحته دي كده مساحه اللاين ده في الاتجاه الثاني بقى. قال لك الفي ان ماكسيمم ماز نوت اكسيد ذا سمولست اوف ده البوينت 2 اف سي برايم اي سي المعطلات معادلات دول. طب الاي سي بقى اجيبها من فين المساحه دي؟ قال لك هتحسب الخط ده في الاتجاه الثاني بقى اللي هي الشير بلين. قال لك المسافه دي كده المسافه في الاتجاه الثاني اللي هو مدالك هنا 5 انش. طب المسافه دي تقدر تحسبها؟ اه بسهوله طبعا. عندي الزاويه 20 وعندي ده 5 ف 5 على ايه؟ 5 على 20 في 16 المسافه ايه؟ الافقيه يو او المسافه الاتجاه الثاني سوري الاتجاه الثاني 16 دي سوري 16 انش. 16 انش. طلع بقى هنا الـ VN من المعادلة الأولانية 164، الـ VN من المعادلة الثانية 174، الـ VN هنا 300، طبعًا إحنا أصلًا الـ VN كان كام؟ 84، فإذًا 84 أقل من إيه؟ أقل من ثلاث أرقام. ده بالنسبة لأول مثال. طب هل هذا المثال؟ قال لك هذا المثال ينطبق على، طب ما أنا ممكن بدل ما الكراك يحصل في الكربل أو في العمود اللي تحته ممكن يحصل في البيم، أه في البيم كده. ممكن يحصل في البيم كده، عشان كده معظم البيمز البريكاس لازم تلاقي فيها تسليح ماشي كده، لازم تسليح ماشي كده. وركز حضرتك معايا كده، شايف الواحد وسبعة من عشرة ده اللي دي هنا البريكاسر مهم جدا عندهم، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في البريدجز بيحطوا تسليح عشان يقاوم الشير بالشكل ده بنفس الخطوات. طب ايه تاني ممكن استخدمه كمثال ثالث؟ قال لك الكربل، عارف الكربل اللي احنا بنصممه بسرطان تاي ممكن تصممه بالشير فريكشن. واحد يقول لي ده مش موجود في الكود، لا موجود في الكود في شابتر 16. ممكن تصمم الكربل بالشير فريكشن، في شويه ريكويرمنت وشويه معطيات ومطالب هناك في شابتر 16 ممكن تصمم الكربل يوزنج الشير فريكشن. ممكن تصمم البيم ليج الليج بيم دي الليج بيم دي اللي هي الحرف ال الليج دي اللي هي ال دي ممكن تصممها بالشير فريكشن. واحد يقول لي لا ده اللي مصممها بالسرطان تاي، برضه الشير فريكشن ممكن يصممها مذكوره في شابتر 16. فاصبح الشير فريكشن هو بيصمم بيه حاجات لما تتزنق عليكم على الشير فريكشن. تمام. يقول لي طب اوقات كتير قوي بنحصل حاجه بنعمل حاجه اسمها الديب اند في البيمز. ديب اند البيمز بنصغر القطاع ات ذا اند يعمل ايه هنا؟ عشان يبقى القطاع سموث عشان ما نصغرش الكرب الموجود ده. قال لك في الحاله دي اللي بيحصل كراك برضو مايل بالشكل ده ومضطر تحط له حديد افقي وحديد راسي بنسميه الديب اند. الديب اند برضو بتصمم بالشير فريكشن بنفس الطريقه. بجيب الشير بلين وبحسب الشير فورس المؤثره على الشير بلين واجيب التسليح واشوف كم عندي تنشن فورس ولا مفيش ولا كومبريشن فورس واشوف الزاويه بتاعت التسليح بالنسبه للشير بلين واكمل. انا بحاول يا جماعه انا بحاول بس ابني فكره ان علم الهندسه مش معادله وخصوصا الخرسانه. الخرسانه انت بتخاف من الكراك، معنى كراك معنى في انهيار، معنى انهيار يبقى في مشكله. طب الكراك ده لو حضرتك فهمت البيهيفير بتاعه او فهمت الميكانيزم بتاعه هتعرف تعمل له ليميت، هتعرف تعمل له كنترول وهكذا. طيب اهم اكزامبل في الموضوع كله هو الاكزامبل رقم 6. اكمل ولا تكتبه؟ مع حضرتك يا دكتور مكملين. تمام نكمل.
كل كده الناس تصحصح بقى في هذا الأمر، لأن 99% من المهندسين اللي أعرفهم أو اتكلمت معاهم، أصحاب اللي هم قريبين مني جدا، للأسف للأسف ما بيعملوش الكلام اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي. وبعد ما نخلص المثال ممكن نسأل السؤال وكل واحد كده يجاوب، يا ترى هو بيعمل الكلام ده ولا ما بيعملش؟ تعالى نشوف بقى المثال ونركز فيه لأنه بصراحة مهم. عند حضرتك فلات سلاب، فلات سلاب فلور أو فلات سلاب ستراكشر، سوري، عمارة أو مالتي ستوري بيلدينج فلات سلاب. والفلات سلاب ده ما فيهوش أعمدة نهائية، لا في أعمدة طبعا، ما فيهوش بيمز نهائية. وهتشير واللاترال لود سيستم بتاعك هو عبارة عن الشير وولز، شير وولز، ما فيش مومنت فريمز، زي ما هو موزع قدام حضرتك كده. المبنى بتاعك حوالي 200 فيت، يعني 200 على 3 حوالي نقول 65 متر أو 70 متر، في 90 هي عبارة عن 30 متر، يبقى ال 30 متر مضروب في 70 متر، ده الفلور بتاعك. عايز أصمم الكونكشن ما بين الشير وول وما بين عايز أصمم ما بين الشير وول وما بين البلاطة. قل بال حضرتك دلوقتي في حاجتين، الشير وول ده ممكن يكون شايل قوة فيرتيكال مع القوة الأفقية اللي جايله من اللاترال لود، من اللاترال لودز. الشير وول ده ليه تو فانكشن، أول فانكشن بالنسبة لنا اللي هي عبارة عن الأحمال الرأسية، ممكن شايل أحمال رأسية خلاص مفيش مشكلة، بس الفانكشن الأساسي بتاعه هيشيل الأحمال الجانبية اللي جاية من الويند أو اللي جاية من السايزمي. أنا بقى عايز أصمم الكونكشن من السايزميك، ماليش دعوة بالفيرتيكال لود، جرافيتي لود. تعال نشوف. حضرتك عملت الكالكوليشن بتاعتك واستخدمت الإكيوفلنت لود فاكتور، ولا استخدمت استخدمت الإكيوفلنت ميثود، ولا الفورس ميثود، ولا استخدمت الريسبونس، ولا استخدمت تايم هيستوري، ولا 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 ولا، طلعت فورس هنا مقدارها 745 طن او كب، مأثرة في السنتر اوف ماس عند الـ عند الطبق عند السوري ده عند الطبق ده، كلام زي الفل. السنتر اوف ريجيديتي مترحل شويه عن السنتر اوف ماس، حصل عند حضرتك حزم لي، أعدت توزيع عزم اللي بالستيفنس، طلعت القوة الناتجة على كل إليمنت من الإليمنت بتاعت الشير وول اللي عندك. بمعنى الشير وول ده خد 399، الشير وول ده خد 346، الشير وول ده خد 27، الشير وول ده 10، الشير ده 16.7. يجي واحد يقول لي الحمل الوين السايزميك هيأثر كده او يأثر كده، دول خدوا حمل ليه؟ المفروض ما ياخدوش حمل، لا ياخدوا حمل، لان التورشن اللي عند حضرتك اللي ظهر هنا كده لازم يقاوم بتورشن عكسه، عكسه يعني في قوه هنا كده وفي قوه هنا كده وفي قوه هنا كده وقوه كده وقوه كده. القوتين هنا اتجمعوا مع بعض اداك 399، القوتين هنا اتجمعوا مع بعض اداك 306، طرحوا من بعض ده الخلاصه 346، القوه هنا 37 ده 10، القوه هنا 10، القوه هنا 16. كده طلعت الفورسز على الشير وول. بس خد حضرتك برضو نقطه مهمه جدا، نمسح الكلام ده. القوه دي اتقسمت، ما زالت القوة دي رايحة تروح هنا كده للشير وول. طب ليه ما راحتش للشير وول؟ صح كده ما راحتش لسه. أنا اللي هاخدها من البلاطة من السنتر أوف ماس هوديها الشير وول، هوديها الشير وول إزاي بقى؟ يبقى في كونكشن هنا بقى حضرتك بقى. مش هتتنقل بالخيال، لا هتتنقل من خلال كونكشن. هتتنقل من خلال كونكشن. طيب الكونكشن دي تعال نشوف هتنقل ازاي.
ال 399 حضرتك هتسبب شير ستريس على البلاطه مقدارها 399 على الطول ده. 399 على الطول ده 30.4.43، وهتسبب شير ستريس على الجزء ده كده، على الشير وول، على الحته دي بس، مقدارها 399 على ال 30، هتطلع 13.3. طب لما الشير ستريس اللي حصل في البلاطه حضرتك هنا ده، لو عايز ارسمه، لو عايز ارسمه كنورمال اكسيال فورس، هيطلع حاجه بالشكل ده. 4.43 ماشيه هنا كده، و 4.3 ماشيه كده، والناتج بينهم اللي هو الطرح ما بين 4.43 ماينس 13.3 هتطلع 8.87. ده الاكسيال فورس. الاكسيال فورس ديجرام اللي احنا اتعلمناه في اولى مدني. من الاكسيال فورس ده يا جماعه هيتولد كومبريشن في الحته دي، وهيتولد تنشن في الحته دي. او العكس، عشان ريفرسبل، السايزميك ريفرسبل، تنشن وكومبريشن، كومبريشن وتنشن. فلما تولد، اوكي، فلما تولد دلوقتي اصبح في عندي تنشن وكومبريشن، وفي حاجه في النص كده ما بين الاثنين. يبقى مهم بص بقى دلوقتي بقى هتيجي فكره حاجه اسميها الكوليكتور. الكوليكتور اللي احنا المحاضره اللي شرحتها من 4 شهور بتاعت الكوليكتور بقى. بص حضرتك بقى قال لك ايه؟ The collector factor force is multiplied should be multiplied by omega ال over strength factor اللي هو 2.5 او 2.5 على حسب السيستم اللي حضرتك مقاله اللي هو special structure wall in seismic category D. دي اللي هي الوسط في امريكا هنا A B C D E F، دي اللي هي الوسطانيه يعني، اللي هي لا لحقت وحش ولا لحقت كويس. بل حضرتك فاصبح القوه 133.3 دي هتتضرب في كام؟ هتتضرب في 2.5، هي 33 تطلع 333 كيلو. طب عايز حضرتك تركز معايا كده في اللي انا هقوله دلوقتي. خد بالك، انا هفترض ان الزلزال ماشي كده، الشير وول ده هيقاوم الزلازل، هيمشي معاه، فاصبح في عند حضرتك كومبريشن فورس هنا، وفي عندك تنشن فورس هنا، وهمشي على هذا الاساس. التنشن فورس هنا دي مقدارها كام؟ اللي هي مقدارها 133.2. الكومبريشن فورس اللي هي مقدارها كام؟ اللي هي 133.2. دي كومبريشن وتنشن. طب التنشن فورس دي هتتنقل ازاي؟ الجزء ده هيتنقل ازاي للوول؟ هيتنقل عن طريق التسليح. طب التسليح ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاوميجا مضروب في تي مقسوم على 9.1 في الاف يلد 333 على 9.1 في 60، اداك مساحه التسليح اللي حضرتك عايزها 6.2 انش سكوير او سنتيمتر سكوير او ايا كانت. ركز معايا حضرتك بقى، ادي البلاطه اهي، وادي الشير وول بتاعي. في عند حضرتك قوه تنشن هنا دلوقتي، ادي ادي السنتر اوف ماس في 399 كده، هيجوا هنا اهو كده، الجزء ده هيشد والجزء ده هيضغط. التسليح اللي حضرتك هتحطه، التسليح اللي حضرتك هتحطه ده، سوري بفتح كل حاجه، ناخد نعمل لون تاني. هتحطه هنا كله، وتربطه وتدفنه في في الشير وول. خد بال حضرتك بقى،
انت عايز 6.2 من عشرة، يعني دول تقريبا حوالي لو استخدم 25 بوصة 25 ملم 25، يعني انت بتستخدم حوالي تقريبا 10 سياخ. طب هل المسافة دي الشير وول اللي عند حضرتك ده ال 25 سم هيستحمل 10 سياخ تحطهم هنا؟ قال لك لا. ما تعمل ايه؟ قال لك هحط سيخين هنا بس والباقي هوزعه هنا. احط سيخين بس هنا والباقي هوزعه هنا. انا بتكلم دلوقتي، خد بالك حاجه، انا بتكلم في التنشن بس، في التنشن كوليكتور. راح هو خد مساحه السيخين بس اللي هم نمبر 8، مساحتهم كام؟ مساحتهم 1.85. يبقى تطرح 6.2 من 10 من 4 6 من 1.85 يطلع 4.62. 4.62 هتروح مقسمهم على كام؟ على النوع الاسياخ اللي هتحطها هنا، انا هاخدهم نمبر 5 مثلا، نمبر 5. نمبر 5 اللي هو كام؟ اللي هو 16. طلع عند حضرتك كده بقى اللي هم عباره عن 8 سياخ، هتحط 8 سياخ نمبر 5، 8. هوزعهم على مسافة كام؟ الكود قال لك الحج انك تستخدم نص مسافة الشير وول. الشير وول ده 30 حط على 15، لو الشير وول ده 10 حط على مسافة 5، لو الشير وول ده 8 حط على مسافة 4. يبقى انا وزعت الباقي الثمانية دول كده على ال 15 فيت اللي عندي اللي هم 5 متر. مفهوم لحد دلوقتي يا جماعة؟ تمام. هفرض المفهوم، تمام. يبقى انا كده حطيت التنشن كورد. حضرتك بقى في اللي جاي، ادي الشير وول بتاعي وانا حطيت سيخين حديد هنا كده اللي هم اللي هم 25 وديفلوبت، والباقي حطيته هنا. في فورس تي هنا يا جماعه كده، وفي فورس تي هنا دلوقت. التي هنا دي جايه مع الجايه من السخين دول، اللي شايلهم السخين دول، والتي تي اللي شايلهم ايه؟ الثمان سياخ دول. نظر لمش كل الحديد اتحط هنا، ده مش على سنتر البول مفيش مشكله فيه، فدول خلاص. طب القوه التي دي هتعمل ايه؟ نازل انك رحلت البارز دي، حصل هيحصل عندك ايه بقى؟ مومنت اضافي على الشير وول. نكمل. يبقى التي هنا يا جماعه كده حصلها ازاحه مسافه الماء. طب القوة تي مقدارها كام اللي هنا؟ لا مش هي 333 كلها، ده موزعة بنسبة التصليح. فأصبح حضرتك بقى القوة تي دي 247. ده بالنسبة للقوة التنشن كورد. طب الكمبريشن كورد ده كارثة بقى، ده احنا كده هندوش في دماغنا. ليه؟ الكمبريشن ماشي كده. طب يا ترى هل عند حضرتك الحتة دي كده هتقدر تشيل الكمبريشن فورس كلها دي؟ خد بال حضرتك ده عباره عن 25 سنتي في 10 سنتي او 30 سنتي اللي هم سمك البلاطه. نرجع اللون تاني عشان مش واضح. حالة 25 في ال 30 دي هتشيل ال 333 كيب كومبريشن بيرنج؟ قال لك لا. قال لك هو اذا هنقسمها حاجتين، جزء هيروح باي بيرنج في الحته دي كده في القطاع ده، والجزء الثاني هيروح باي بيرنج في الحته دي اللي هو برضه اترحل. وبالتالي القوه الكومبريشن اترحلت عن مين؟ عن السي جي بتاع مين؟ بتاع الوول. فاصبحت هتديك عزم اضافي ثاني. أنا بس بشرح، بس مش ده اللي أنا عايز أوصله. فأصبح عند حضرتك بقى في قوة هنا وقوة هنا مترحلين عن الحيطة،
بالاضافه الى الشير فريكشن اللي حاصل فين؟ اللي حاصل في الوول اللي هو مقداره كام؟ اللي هو 15 وشوي، اللي هو النينجا، اللي هو سوري، اللي هو اللي هو ده. نرجع بعد كده بقى نحسب يا ترى الشير اللي حاصل على القطاع ده مقداره كام؟ القوة دي جت من الجزء ده والقوة دي جت من الجزء ده. بس خد بال حضرتك بقى، القوة دي مش كلها دي، مش كلها التي، التي دي في منها جزء راح لدايركت مباشرة وفي جزء مترحل. الكومبريشن في جزء راح دايركت مباشرة في جزء مترحل. أنا هجمع المترحلين بس، المترحلة في التنشن 247، المترحلة في الكومبريشن 134، بالإضافة إلى الفريكشن اللي حصل هنا اللي هو اللي هو 4.43 تايمز كام؟ تايمز 30. تطلع الشير فريكشن فورس هنا 514 كيب. 514 كيب. طب اصممها ازاي ال 514 كيب يا جماعه دي؟ نصممها بالشير فريكشن. نصممها بالشير فريكشن. تعال نشوف نصممها بالشير فريكشن ازاي. يبقى الشير فريكشن فورس اللي عندي 514 كيب، نعوض في هذا القانون 514 اقل من او يساوي في في ان في 75% اللي هي الفي في ميو اللي هي واحد، عشان انا بعتبر مثلا ان مش اتصابوا مع بعض، في 60 هطلع المساحه. طلعت المساحه يا باشمهندسين حضراتكم طلعت 11.43، اقسمها على حديد التسليح اللي انا عايزه هستخدم نمبر 6، فاصبح عندي 6.38 انش سكوير افري فوت. لو حضرتك حسبتهم افري فوت يعني كل فيت حوالي نمبر 6، لو عندك 30 فيت يبقى تحط 30 بار وهكذا. نرجع بعد كده للتسليح بتاعنا. نشوف بقى بعد كده تشيك على الخرسانه ونحط بقى التسليح بتاعنا من هنا لحد هنا. الداولز بتاعتنا يا جماعه نمبر 6 افري 12، يعني لو عندك 30 فيت يعني 10 متر هتحط فيهم حضرتك 30 سيخ. نمبر 6، نمبر 6 اللي هو كامل هو 16، وده ملهوش علاقه نهائي بتسليح البلاطه نتيجة الأحمال الرأسية. ده ملوش علاقة تماما نتيجة من التسليح اللي موجود من الأحمال الرأسية. ده بس عشان يقاوم اللاترال شير أو القوة المؤثرة بتاعتك اللي جاية على هذا القطاع. ده من أهم تطبيقات الشير فريكشن، إني بستخدمها مع ربط الشير وول مع الفلات سلاب أو أي كان. نرجع للسؤال، يا ترى كم حد فينا عمل هذا الكلام او شاف هذا الكلام او مع كميه الكورسات الموجوده في على الساحه العربيه موجود فيها هذا الكلام؟ غير كده اتمنى لو في حد بيعمل كده في التصميم بتاعه انا هبقى فخور، يعني حاجه يعني، لان انا شفت ناس كتير، شفت ديزاين كتير ورجعت مع ديزاين كتير للاسف هذا الكلام ما بيتعملش. اي سؤال في هذا المثال يا جماعه؟ لان انا الحاجه دي يعني المثال ده يهمني جدا، المثال ده يهمني جدا. اي سؤال في هذا المثال؟ السلام عليكم. السلام وبركاته. اهلا يا فندم. احنا بنشكر حضرتك جدا على المثال الجميل ده. حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. بس عرفنا بحضرتك الاول لان انا ما اعرفش بتكلم. المهندس عادل توفيق المقاولين العرب. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. مقاولين العرب القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي حضرتك بالنسبه للاسياخ اللي هي الفيرتيكال رينفورسمنت في الشير وول. ليه ما تشتغلش معانا وتشيل جزء من اللاترال فورس ده بتاع الشير؟ نظريا هتشتغل، ولكن الكود قالها صريحة ان التسليح اللي ناتج من اللاترال فورسز
ملوش علاقة تماما بالتسليح اللي جاي من الفيرتيكال فورسز. لكن هو عمليا يعني ممكن يشيل جزء من القوة دي. هو عمليا زي ما قلت لحضرتك في لو حضرتك متابع من الاول في فوق في كومبوننت في الشير فريكشن ثيوري اللي هي الكوهيجن احنا بنعملها. تمام. فبدأت موجود لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نمشي زي ما بقول الاكواد زي ما الاكواد بتقول. الحديد لو عايزين ندخل الحديد الجاي من الجرافيتي مع اللاترال حضرتك بتتكلم على ده البار دلوقتي اتعرض لتو فورسز او مختلفين تماما وفي مشكله كمان هتظهر ان يا ترى في حاله الجرافيتي انهي فين البيرمننت لود فين الاحمال اللي موجوده حاليا. لا ما انا قصدي السياخ اللي هي الراسيه اللي في الشير وول ديت ما هياش شايله تنشن عشان ما يعني انا عاوز اشيلها شير بس شير فورس فقط. حضرتك في حاجه مفتقده هنا معلش سوري في التعبير طبعا. الاسلاك الراسيه ما لهاش علاقه بالكونكشن ما بين الديافرام ما بين البلاطه والشير وول. الشير الفيلير لما بيحصل في الشير وول بيحصل في الكونكشن في السيرفيس اريا ما بين الشير وول وما بين البلاطه. يعني تخيل حضرتك بقى الشير وول مصبوب مره واحده كويس؟ تمام. بعد كده جيت صبيت البلاطه بعد ما صبيت الشير وول. ايوه صح. فاصبح حضرتك الفيرتيكال بارز اللي بتكلم عليها ما لهاش اي كونتريبيوشن معايا مش داخله في معايا في السيرفيس اريا بتاع الشير بالشير بلين. يعني الشير بلين مختلف خالص عن الكونكشن ما بين الحيطه وما بين البلاطه. بعد كده حضرتك ممكن تدخل اللونجيتيودنال بتاعت ما هو الفورس بعد كده لما بتتنقل للشير وول بتتنقل على اساس انها شير ممكن تدخل الفيرتيكال بارز بقى والهوريزونتال بارز بتاعت الشير وول في حساب الشير كاباستي بتاعت الشير وول. الشير كاباستي لا ديت مش واضحه قوي. حتى قبل كده كنت ماشي مع حضرتك. هقول لحضرتك دلوقتي في احنا عايزين ننقل الحمل من البلاطه للشير وول كويس؟ ده اللي انا اتكلمت فيه اللي هو الشير سيرفيس اللي هو السيرفيس اريا الموجوده ما بين الشير وول وما بين البلاطه. الحمل اوريدي راح للشير وول كويس؟ ايوه. لازم تعمل تشيك ان الشير وول هيشيل الشير ده. تمام. زي ما حضرتك هتصمم عمود مثلا على الشير. لكن انا كل الشرح اللي انا شرحته ده مش على الشير وول خالص، انا ما جيتش ناحيه الشير وول ولا جيت ناحيه البلاطه، انا صممت فقط ازاي انقل الحمل من البلاطه للشير وول. جاست الكونكشن بس. لا تمام يا دكتور، يعني فعلا نادرا ما حد بياخد القوه دي في الاعتبار يعني. فزي ما حضرتك قلت كده يعني احنا شاكرين افضل حضرتك. لا تحت امر حضرتك، انا اتمنى الكل يكون مستفاد يعني. تمام. في حد بيسال يعني ده اضافي على الشبكه العلويه؟ ده اضافي ملوش علاقه بالتسليح الافقي سوري التسليح بتاع الجرافيتي اطلاقا. ده الشير ده حديد الكونكشن ما بين الشير وول وما بين البلاطه لو حديد الديافرام. في حد بيسال بيقول هل الكلام فقط في الفلات سلاب؟ لا، هذا الكلام في اي نوع من البلاطات فلات سلاب سلاب ايا كان لازم اعمل تشيك على الكونكشن ما بين البلاطه وما بين الشير وول. لازم اتاكد ان الفورسز المتولده في السنتر اوف ماس لازم تروح للشير وول بامان. طيب اكمل ولا ناخذ الاسئله؟ طبعا انا قدامي ممكن اخلص السلايد بسرعه في 5 أو 10 دقائق وناخد الاسئله ولا كفايه كده وناخد الاسئله؟ اب تو يو يا جماعه. في سؤال تاني يا دكتور لو سمحت، المهندس عادل توفيق معاك برضه. اتفضل حضرتك اتفضل.
بالنسبه للديافرام وول اللي هو الريتيننج وول اللي هو شغال حوائط سنده في التانل، لما ساعات بننفذ ديافرام وول راسي ده بيسند التربه، وبنعمل بعد كده بلاطه او كاميرا المفروض نربطها في الحيطه دي بعد ما بنحفر. تمام حضرتك، بعد الحفر حضرتك معايا؟ سامع حضرتك. فبرضه هنا هيبقى في شير فورس جامده ما بين الكاميرا او البلاطه اللي هربطها بالحوائط الرأسيه، الديافرام الرأسيه دي. دي تتصمم برضه بنفس الطريقه دي ولا لها طريقه ثانيه؟ بنفس الطريقه حضرتك. اي الشير فريكشن ثيوري بتستخدم زي ما بقول لحضرتك، هي سلاح لما بنعجز عن حاجه في الكود مش لاقي لها تصميم بنصممها بالشير فريكشن. تمام. احنا عملنا انفاق سيارات كتير، بننفذ الاول الديافرام وول قبل ما بنحفر على جانبين التانل بالظبط، نعمل نفق سيارات، بنسند، بنعمل حوائط ريتيننج وول من الديافرام وول، وبعدين بعد كده نحفر، وبعدين بنصب بلاطه او كمر عرضي بنربطه في الديافرام وول ده. بس حضرتك هنا بقى اللي بيخدمك هنا الكومبريشن فورس، هتخدم حضرتك كتير قوي. اللاترال فورس اللي جايه من السايد هتخدمك، لان ممكن هتقلل التسليح المطلوب، يعني هتدي ان على القطاع بقى اللي جاي من الايرث بريشر. بالظبط حضرتك، فهي هتخدمك انك هتقلل خلية التسليح. دي هتقلل. تمام بالظبط كده، وصل. شكرا يا فندم، تحت امر حضرتك. نكمل بسرعه يا جماعه، وبعد كده ايه ان نرجع للاسئله تاني. انا يعني مش هتكلم كتير، بس يعني هقول كده بسرعه. بعد كده يا جماعه لو حاجه مهمه جدا برضو احنا بنستخدم فيها الشير فريكشن، هي الكونكشن ما بين الفوتنج بين الاعمده، ما بين الفوتنج وما بين الاعمده. احنا بنصب الفوتنج لوحديها، وبعد كده بنطلع الاشياء ونصب ايه ونحط العمود. الكونكشن دي بنصممها ازاي؟ نادرا ما حد بيصممها للاسف، لان معظم الناس بتقول هي سيف، بس ممكن ما تبقاش سيف، وبالتالي لازم نصممها. طب نصممها ازاي؟ قال لك لما بتيجي تصمم الفوتنج، قال لك حاجه مهمه جدا، لما بيجي نصمم الفوتنج بنصمم الفوتنج بتجيب الدايمنشن بتاعها او بتجيب السيكنس، وبعد كده بتجيب التسليح، وبنعمل تشيكن التسليح ديفلوب، وبعد كده رقم 5 اللي اهم حاجه بالنسبه لي انا عايز اتكلم فيها، هي عباره عن الفورس ترانسفير ات ذا بيس اوف ذا سبورتد ممبر. لما لازم نتاكد ان السيرفيس ده اللي هو موجود عند قدام حضرتك هنا، لازم السيرفيس ده قادر على نقل الاحمال الراسيه والاحمال الافقيه او العزوم او ايا كان. وبالتالي لما تيجي تعمل تشيك ترانسفير عند البيز، لازم حضرتك بتعمل تو تشيكس. اول تشيك حضرتك لازم تعمله هو تشيك اوف بيرنج سترينث، وما ينفعش ده يتصمم كعمود. تصميم العمود مختلف تماما عن تصميم الحته دي. ما يجيش واحد يقول انا صممت عمود هنا سيف، يبقى الحته دي هتبقى سيف. ذس نوت رايت. الموضوع مختلف تماما هنا، وهثبت لك الكلام ده من الكود. بعد كده هنصمم يا ترى الداولز، انا عايز قد ايه داولز؟ الداولز المطلوبه عندي هنا قد ايه؟ برضه لازم اصممها. يبقى لما تيجي نتكلم على الترانسفير بتاع الفورس من العمود من العمود للبلاطه، لازم اتكلم على تشيك اوف بيرنج سترينث، واعمل الريكوير بتاع الداول رينفورسمنت. طيب بعد كده في عند حضرتك بقى، لو بصيت عند شابتر 13 اللي هو خاص بالفاونديشن، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفيرتيكال كومبريشن فورس بتتنقل باي بيرنج، او ممكن باي بيرنج وتسليح. القوه الراسيه اللي جايه كومبريشن دي ممكن نقولها باي بيرنج او نقولها بيرنج وتسليح. بعد كده عندك تنسايل فورس لازم تتنقل بتسليح فقط لا غير، وعندك لاترال فورس ار ترانسفيرد يوزنج شير فريكشن بروفيجن. الكلام ده موجود عندك في شابتر 13 في الاي سي اي كود. يعني لازم تستخدم الشير فريكشن لو عندك اي قوه افقيه. طيب الكود قال لك ايه؟ لما تيجي تعمل تشيك على البيرنج، لو انت عند حضرتك فيرتيكال ترانسفير يعني عندك كومبريشن من العمود جاي على القاعده، لازم تعمل تشيك على البيرنج. وتعمل تشيك على البيرنج ازاي؟ قال لك في عندك مساحتين، المساحه الاولانيه هي عباره عن مساحه التقاء القلم مع القاعده، والمساحه الثانيه عباره عن الاي 2 عباره عن تنزل بزاويه 2 to 1، والمساحه دي هتلاقيها اي 2 وسمى المساحه دي اي 1، وتطلع البيرنج كباستي بناء على مين؟ بناء على التيبل ده. دي هاو تو تشيك.
بعد كده لو انت كان عندك الفي في البيرنج عبارة عن 6.65، ولو لقيت عندك البيرنج نوت سيف هتضطر تحط حديد تسليح رأسي يشيل معاك، هتضطر تحط حديد رأسي يشيل معاك. anyway. بعد كده المينيمم داول، طب استخدم الداولز قد ايه المينيمم؟ قال لك الكود قال لك في شابتر 16.3.4 قال لك لازم تستخدم على الاقل داولز مقدارها 0.5% من مساحه القطاع العمود، قطاع العمود 0.5%. ده مثال على سبيل المثال هنا اهو، في عمود عندي 20 في 20. ده من ضمن الاسئله اللي انا طرحتها على صفحتي على الفيسبوك، هل ينفع احط عمود 50 سم في 50 سم؟ من اربع اسياخ في الاركان فقط، ينفع وما فيهاش اي مشكله، والكود الاي سي اي الكود الامريكاني ما قالش المسافه بين الاسياخ بتاعه الكورنر قد ايه. ما حطش ليميت للاسياخ بتاعه الكورنر قد ايه. انا شخصيا صممت 50 في عمود 50 في 50 كذا مره في أربع أسياخ في الكورنرز فقط، ما فيش مشكلة لأن الكود لم يلزمك بحديد الأركان كام في كام إن لم يكن في كنترول معين هنا للكراكينج. طب عشان خاطر الكراكينج والحاجات والشرينكج فمضطر يا إما نحط بارز تانية أو نكثف الكنات أي أين كان، كل كود طبعا بيتكلم في موضوع تاني. فطبعا اداني البي ديد واللايف والروف لايف لود اللي أنا بس عايز أوصل له من هذا الكلام، ان خد بال حضرتك بقى لو العمود عليه كومبريشن وفي هنا شير لازم اصمم هذا القطاع على الشير فريكشن زي ما اتفقنا قبل كده، ولازم اتاكد ان الداولز دي يا جماعه الداولز دي لو عند حضرتك اني تشانس، لو حضرتك اني تشانس اوف تنشن يبقى لازم الداولز دي والسلايس تتصمم على اساس السلايس دي تتصمم على السلايس بي هي 1.3 ال ال ديفلوبمنت ديفلوب لينث، والسلايس دي تتصمم على الهوك ال دي سي، والحديد الافقي ده يتصمم على الشير فريكشن سيري لازم تصمم ده. ولو عند حضرتك شير وول لو عند حضرتك لازم تصمم ان الحديد الافقي ده على الشير فريكشن سيري. خد بال حضرتك من معلومه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، وده سبب ان انا يعني قلت اكمل. لو عند حضرتك تنشن فورس هنا في عند حضرتك كومبريشن فورس هنا جاي من العزم بالشكل ده، سوري ان انا بتكلم سريع، فاصبح عند حضرتك تنشن هنا واصبح عند حضرتك كومبريشن هنا، فلازم حضرتك حديد التنشن ده اللي اتخذ لوحده الاي بي جاي من التنشن، الاي في اف جاي من الشير فريكشن يتخذ لوحده واجمعهم مع بعض. يعني الشير فريكشن حضرتك هنا بتلاقي حديد التسليح لانه خصوصا في الشير وول اللي فيها تنشن، تطلع حديد التنشن وتطلع حديد الشير وبتجمعهم مع بعض يبقى هم حديد الدولز بتاعك. و اعتقد ده مثال بالارقام بس من ممكن اللي جوه سروبت. اخر حاجه نتكلم فيها اوكي، اخر حاجه ان شاء الله باذن الله يكلمنا عمر ممكن في شهر 3 او في شهر 4 ندي برزنتيشن ثانيه للناس اللي شغاله بقى الادفانس ازاي استخدم الشير فريكشن. معظم البريكاست بتحط كوربلز هنا عشان يسند الكاميرا بتاعه اللي هنا، وفي لما يكون عند حضرتك عمود في كوربل وفي البيمز بيسند عليه، ده في البريكاست معظمه. عملنا تيستينج وفي بيبرز في اربع او خمس جورنال بيبرز نشروا واليمينيتد الكوربلز ده خالص وخلينا الدنيا دي فلات. عملنا وي ديفلوب سمثينج هير يوزنج ذا شير فريكشن بحيث وي اليمينيت ذا كوربل، ما فيش كوربل وما فيش بيم ليدج هنا، وعملنا حاجه اسمها سوفت فلات او فلات سلاب بس بريكاست. بس بريكاست ان شاء الله اتكلم على هذا الامر في فيوتشر برزنتيشن اوف يوزنج شير فريكشن ميثود تو اليمينيت كان كوربلز اند بيم ليدجز، ازاي نستخدم الشير فريكشن في اليمينيت او جيت ريد اوف كولم كوربلز اند بيم ليدجز. واعتقد ده النهايه، وده الريفرنس اللي انا استخدمتها في المحاضرة. ونرجع للأسئلة ومعانا
ممكن ناخد ربع ساعة أسئلة عشان كفاية صدعتكم يعني. في حد كاتب قرأت مثال في كتاب ماكورميك مكتوب فيه أنه يمكن استخدام الحديد الرأسي لمقاومة الشير فريكشن، أي أنه لو في عمود بين العمود والجعل 6 أسياخ و4 لنفس القطر فما في داعي لاستخدام لإضافة أسياخ بسبب وجود الحديد الرأسي. حضرتك ميكس في حاجتين. أول حاجة حضرتك أنا في القعدة أنا ما عنديش حديد رأسي، حديد العمود بينتهي أو بيبدأ على وش القعدة، ما فيش حديد عمود في القعدة. إحنا في معظم 99% من الشغل بتاعنا بنحط دوت العمود للقعدة، وبالتالي ما في الأكل. لو حضرتك حاطط حديد العمود كونتينوس جوه القعدة ما أصبح مش هتحط دول، فما فيش داعي تحط أي دول، وبالتالي الشير فريكشن تطبق على حديد العمود. أتمنى يكون الـ حضرتك فهمتني. لو رجعنا لهذا المثال بس عشان تتكلم، السلام عليكم وبركاته. كيف دكتور؟ أخبار حضرتك إيه؟ أنا دكتور أحمد. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك حضرتك؟ معلش دكتور احمد كمال معاك. دكتور اخبار حضرتك؟ اهلا بيك حبيبي، دايما كده بتتحفنا يعني بمحاضراتك القيمه ما شاء الله. ربنا يخليك، احنا بنتعلم من بعض هنا. الله يعزك. انا بس ليا استفسار عايز استوضحه، يعني دايما كلمه الشير فريكشن احنا بنرميها على طول لما يكون عندي فاصل في الرصان، فاصل نتيجة يعني مرحلتين صب، فاصل نتيجة حصل كراك وبعد كده أتكلم في فريكشن حصل. ولكن فهل بس من كلام حضرتك دلوقتي إن أنا يمكن أستعمل الشير فريكشن في أي حاجة حتى لو ما عنديش فاصل، يكون عندي خرسانة مصبوبة من الرأسك مع بعض وخلاص وبرضه أستعمل شير فريكشن؟ ده حقيقي، لأن حضرتك فكرة الشير فريكشن جات من تولد كراك. لو في عند حضرتك تولد كراك، يعني لو جينا حضرتك للأساس العلمي بتاع الفيرتيكال ستيرفس اللي احنا بنستخدمها لمقاومة الشير، هتلاقي إن الديفولوب بتاعت الإكويشنز فرض كراك وحسب القوة التنشن وخد ما يعادلها ضرب المساحة في الاف فيلد وهكذا، فهو فرض كراك. فلو حضرتك يعني ممكن اطبق شير فريكشن واحسب كمية الكينات الموجودة، مش مشكلة بقى بنفس الطريقة. طيب دلوقتي انا شفت سؤال، يعني انا ما جربتهاش الصراحة، بس احد الـ في احد الجروبس كان احد البشمهندسين قال ان مثلا مرات بيبقى عندي حاجة انصيف في الشير، فانا بروح اعملها بالشير فريكشن وتطلع سيف وخلاص. والناس انقسمت في هذا الموضوع ما بين المشاركين يعني في الجروب، يعني ازاي تبقى سيف في الشير. انا عندي مثلا حاجه، هو مثلا واحد بيراجع على مشروع او شيء من هذا القبيل وطلع عنده حاجه انصيف، فبيقول خلاص انا اثبتها بالشير فريكشن، فهل هذا الكلام مقبول ولا غير؟ هو حضرتك لو الكود ذاكر دايركت واي ان اصمم الكونكشن، على سبيل المثال هقول لحضرتك مثلا وحضرتك استاذنا، لو هنصمم البانشنج شير، هل الحديد الافقي هيدخل معايا في البانشنج شير ولا ما يدخلش معايا في البانشنج شير؟ في الافقي لا، يعني في البرسيدر اللي احنا فيه لا، اعتقد في الكود الاوروبي بيدخله. حضرتك في ناس تقول لك لا الحديد الافقي ده ممكن يدخل، وفي ناس تقول لك لا يمكن يدخل. صحيح. ولو انا واقول لحضرتك برضو حاجه تانية، لو انا حطيت صف حديد افقي في منتصف البلاطه، هل ممكن ادخل الشير فريكشن ولا مش ممكن ادخل الشير فريكشن؟
في منتصف البلد؟ لا مش هيخش، مش يعني مش واضحة بالنسبة لي. هقول لحضرتك يعني ممكن حضرتك يعني الشير فريكشن تتوقف على البار، تتوقف على الديفلوبمنت بتاع البار، يا ترى البار ديفلوبد ولا نوت ديفلوبد؟ تمام. فانا لو عندي مثلا بس يعني مثلا الصوره اللي حضرتك حطيتها بتاعه البريكاست بيمز، يعني هو حط واحد 1.7 ال دي في الناحيه، والناحيه الثانيه ما عندوش طول اساسا، فهو عمل ديفلوب من ناحيه واحده. دي برضه الصوره دي ما فهمتهاش. انا هقول لحضرتك اجيب الصوره حضرتك ونتكلم فيها ثانيه واحده. حاجة شايف السكرين بتاعتي دلوقتي مظبوط؟ تمام حاجة. ايوه اوكي. هو الكراك لما يحصل كده مظبوط؟ تمام. السيخ ده ديفولوب الناحياني. طب الناحياني ديفولوب بايه؟ ديفولوب بالال شانل ده لانه ملحوم واحد. تمام. كده وضحت. وبعد حضرتك الحمل جاي من فوق كده، فعشان يحصل انهيار يحصل مستحيل يحصل انهيار في البيم قبل ما يحصل في البيرنج هنا. يعني عشان يحصل انهيار لازم السيخ ده ينسلك من الخرسان. صحيح. والله يعني انا اعتقد يعني المحاضره دسمه جدا، وانا متخيل انها كانت محتاجه بارت 2 يعني. يعني اعتقد ان في 90% من الناس في نسبه كبيره وقع منها حاجات كتير. نتمنى لحضرتك تبقى يتعمل محاضره تانية سولفد اكزامبلز بس عشان تلم الموضوع. موضوع فعلا شيق جدا، وحضرتك ما شاء الله يعني جمعته من 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 جوانب كتير. بس دكتور احمد نحاول باذن الله. هو الفكره كلها ان الواحد لما بيعمل محاضره زي كده بحاول، عارف حضرتك الوقت بحاول يغطي اكبر حاجه ممكنه تخلي الناس تفكر ونتناقش مع بعض، لان الغرض مش المحاضره، الغرض النقاش، لان هو النقاش هو اللي بيسري المعلومه يعني. صحيح. شكرا لوقتك يا دكتور، شكرا لوقتك وجزاك الله خير على مجهودك، شكرا جزيلا. شكرا. اسيب المجال لغيري طبعا. تفضل. أنا بصراحة الأسئلة تاهت مني يا جماعة، مش يعني لو حد عايز عنده سؤال وعايز يدخل في الصوت ممكن مفيش مشكلة، يعني قدامنا مثلا 10 دقايق. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. المهندس عبد الرحمن مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، مش مساعدة. أنا سؤالي بخصوص لو هزرع قمرة على عمود existing، كل البرامج اللي موجودة في السوق بتبقى قايمة على الكود الأوروبي إنه بيعمل نموذج start and toy وبيسلح الطاي اللي موجود عن طريق إنه يعمل development للسيخ جوه العمود existing. فسؤالي هل ممكن أعمل القصة دي عن طريق shear friction، إن أنا أحط حديد في العمود اللي موجود بتاعي بحيث إنه يشيل الشير بتاع الكاميرا اللي هتتزرع جديد، ولا لا؟ وازاي اعمل القصه دي؟ في حاجتين حضرتك لازم تاخد بال حضرتك لما تيجي تزرع اي حاجه، لازم نعمل تشيك على اللي شايل ولازم نعمل تشيك على اللي متشال. تمام يا دكتور. يعني السيخ الحديد دلوقتي هيمتد للكاميرا وهيمتد في العمود. تمام. لازم اتاكد ان العمود الحديد ديفلوبد وان مش هيحصل كراك نتيجه، لاني على حسب حضرتك بقى هتتكلم على الكاميرا دي فوق. يعني شايف حضرتك مثلا على سبيل المثال الشاشه اللي موجوده، الشاشه موجوده هنا، لو بصيت حضرتك في السلايد اللي موجوده دي. تمام. واصله يا دكتور، انا شايف. لو حضرتك هتتكلم على الكاميرا من فوق بيرنج ولا في الجنب؟ لا يا دكتور، قصدي ان هو في جاي طالع على الكاميرا وبعد كده الكاميرا مصبوبه، يعني هي مش بيرنج على العمود، هي الكاميرا مزروعه من العمود، طالع دولز من العمود وبعد كده الكاميرا مصبوبه. الدولز راسيه ولا افقيه؟ دولز افقيه، يعني مزروعه يعني في العمود. زي الحاله دي حضرتك اللي هي زي الحاله دي بالظبط. زي الحاله دي. اوكي.
لازم اتاكد دلوقتي، لازم اتاكد ان البارز دي ديفلوبد. طيب هو الكود الاوروبي اللي بيعمله ان هو لو الكاميرا سيمبلي سبورتد بيعمل انكورج للبوتوم ريبارز بس، لان هو بيقول ان التوب بيتولد في البوتوم بس، فانا مش محتاج ان نعمل احط حديد توب. حاجه تاني حاجه بيطلب مني ان اعمل اللي ديفلوبمنت كامله جوه العمود، فهل بقى انا ممكن استعوض الموضوع ده بان انا ازود عدد الاسياخ فالتنشن اللي في السيخ يقل، فبالتالي بدل ما احط سيخ مثلا واحط ال ديفلوبمنت كامله ممكن احط سيخين واحط كل سيخ بنص ال ديفلوبمنت. طب هقول لحضرتك معلش، يعني انا برسم العمود اهو وادي الكاميرا، هل سطح العمود ده خشن؟ يعني هخشنه فاصبح عند حضرتك شير فريكشن دلوقتي، كويس؟ تمام يبقى في شير فريكشن هنا. الحمل فوق ولا تحت؟ الحمل على الكاميرا، الحمل في الجرافيتي، الحمل من فوق هنا الجرافيتي. بالظبط كده. يعني معنى حضرتك كده ان لما بيحصل هيحصل شير هيحصل كده. تمام بالظبط، مظبوط كده، مظبوط. يبقى سوري الكراك هتحصل كده، يبقى معنى كده ان عايز تصليح كده. تمام. لو انا اكتفيت حضرتك بالتصليح الافقي، انا بقول وجهة نظري برضه، لو انا اكتفيت بالتصليح الافقي فقط لا غير عند المكان ده، ده بس بالشكل ده، هل حضرتك ممكن يحصل اي كراك في الاتجاه كم الكاميرا عرضها؟ الكاميرا اي عرض، يعني اي، يعني مش بحكم بعرض معين. لو حضرتك لو طبقت الشير فريكشن بسهوله جدا هتطلع السيخ ده وتشوف كميه الشير اللي عند حضرتك هنا كام، وممكن يبقى الصف تسليح بالشكل ده يبقى كافي. يبقى علوي وسفلي ولا سفلي بس؟ الغرض الاساسي علوي او سفلي بغض النظر عن الشير فريكشن، ما قالتش علوي او سفلي. تمام. الأهم حاجة موجود التسليح يبقى ديفولوب من ناحيتين. طيب هل زي ما قلت لحضرتك ممكن بدل ما احط سيخ سي مثلا انا احتجت سيخين، تمام، بدل ما احط السيخين واعمل لهم ديفولوبمنت كامل في العمود ممكن احط اربع سياخ واعمل لهم نص ديفولوبمنت في العمود؟ حضرتك عارف يعني حضرتك عارف ان التخريم في العمود ده بيكون صعب قوي ان انا اوصل بس حضرتك ليك مينيمم، يعني برضه يعني انا بتكلم حضرتك عن 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 خبره انا اشتغلت فيها. يعني لو عند حضرتك العمود ده مثلا 40 سم، تمام، ما ينفعش اقول 10 سم كده وخلاص. ايوه بالظبط، هو المقصود ان انا ابقى باني شغلي على نظريه او على فكر، لان انا شايف الناس في الريبير بيقولوا 10 سم او 10 الفي وخلاص. ده غير واقعي. غير واقعي. انا لما بشتغل بقول لهم على الاقل خالص هنا كده ده 25 سم، وكمان 25 سم دول يكونوا كافيين ان هم يعملوا انكورج للفورس اللي جوه السيخ. مظبوط. يعني ما بقى هشوف حضرتك بقى ال 25 وبختار مثلا اصغر قطر ممكن استخدمه اللي هو مثلا قطر مثلا 12 او 16. ليه؟ عشان الديفلوب بتاعه قليل، عشان احط بارز اكتر. تمام يا دكتور. فهو الموضوع مينلي بتطبق النظريه، ولكن محتاج حضرتك انجينيرنج جادجمنت. مش هتلاقي ما فيش حاجه قاطعه. انا لقيت الموضوع ده قاطع في الكود الاوروبي. الموضوع ده قاطع في الكود الاوروبي، في معادله بتحسب الفورس اللي موجوده في السيخ اللي تحت ده اللي هو بتعمل له انكورج، فبالتالي تقدر تحسب السيخ قد ايه بالظبط. ما هو لو السيخ المصبوب في الكاميرا مفيش مشكله فيه، لكن المشكله في الايبوكس اللي حضرتك هتستخدمه. لان حضرتك برضه هركز على حضرتك في نقطه مهمه جدا، الايبوكسي فيه مشكله. الايبوكسي اولا بيتاثر بالعوامل الويزر، يا ترى الهولز دي ويت ولا مش ويت، يا ترى كلين ولا مش كلين. ومعظم طبعا حضرتك عارف لما بنعمل هولز طبعا الدست اللي طالع ده بيقلل البوند اكيد. يعني في يعني حضرتك لو بتقرا التستنج بتاعت الهيلتي او بتاع سامسونج تابع الكواليتي كنترول اللي الهيلتي بتوصي بيها اكيد. يعني
عشان كده الـ ACI أجبر إن أي حد يحط أنكور لازم يبقى معاه سيرتيفيكت، مش أي حد كمان. تمام، ماشي يا دكتور، متشكر جدا لحضرتك. تحت أمر حضرتك. السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟ أهلا وسهلا وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. معك مهندس أنس، بارك الله فيك. أنا عندي تعليق بسيط بس على نفس الصورة اللي سأل عنها الدكتور أحمد اللي هي الـ 1.7 LD. في أكريل إنه هذا اللي إحنا صممنا عليه حاليا هذا بسموه اللي هو المين كراك أو المين بوتنشال كراكس. في سكندري كراكس ممكن يحصل ما بعد السيخ بسبب شد السيخ للمين كراك، بمعنى إنه بزود في الكانات في المنطقة هاي، لأنه الفورس التنشن اللي بتتولد في السيخ اللي احنا ضفناه اللي هو طوله 1.7 LD حيسبب لي تنشن يعمل لي كراكس ما بعده، يعني ما بعد ما نتجاوز مرحلة الريتش له. تمام، هاي الشغلة الأولى، هاي فقط إضافة. الشغلة الثانية في موضوع التدعيم، خاصة احنا احتكينا في الموضوع الأبر ليميت اللي انت تطرقت لهم في حسابات الماكسيموم في ان، مكتوب في الكود انه يتم اعتماد الاف سي برايم الاقل للسطحين، فبالتالي اذا احنا تجاوزنا الفي ان لازم يتم تكبير القطاع وليس زياده الاف سي برايم. يعني لما يكون في عندي جاكيت العمود زياده الاف سي برايم لهذا الجاكيت ما حتكون افيشنت ابدا لزياده الابر ليميت اللي موجود في الكود. هذا انت لو رجعت عليها في الجدول الموجود في الكود الامريكي. تمام، كلامك مظبوط 100%. يس، ثلاثة، هاي السؤال. بس السؤال، أنا شفت كيس موجود على أحد المواقع عبارة عن فاصل صب بري بلاند، يعني مش فاصل صب فجأة وإنما مسبق التخطيط. عند فاصل الصب تم حساب الشير فورسز من أحد برامج فريكشن المطلوبة، بعدين أثنوا من هو الشير كاباسيتي للبارز الإكزيستينج، يعني حكى لك انه في عندي توب بارز وبوتوم بارز، اصلا هاي البارز موجوده في القطاع. شلون سنة صوتك قطع مره واحده؟ تقريبا في مشكله النت قطع عنده، مش موجود معنا. اه الكلام. الو الو مهندس، معلش انا دكتور، معلش هو فصل من عندي. لا ولا يهم حضرتك، انا مش انت تكمل فكرتك للاخر. شفت سولفد اكزامبل لفاصل صب تم حشر ديماند المطلوب عند فاصل الصب وتم استثناء الشير كاباسيتي لللايرز اللي اوريدي اكزيستينج، حتى يكون كونزرفاتيف المصمم اللي مقترح المثال اعتمد على شبكه واحده فقط وركب. يبدو في مشكلة في الصوت مرة ثانية. آه تمام. وصل السؤال بالكامل دكتور؟ لا للأسف صوتك ضاع يا باشمهندس أنس، معلش في النص كده صوتك ضاع نهائي. مش عارف انا ايش المشكله، معناته هحكي كلمه واحده، الشير كاباسيتي للاكزيستينج بار في حاله فاصل الصب هل بتدخل معي ضمن الحساب ولا لا؟ لانه في السولفد اكزامبل انا شفته هو دخلها، بس هذا هو. تمام، نرجع لنفس الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. توقف على الانجينيرنج اوف ريكورد، على المصمم. كل واحد بيشوف يعني الشير فريكشن مبنيه على تجارب معمليه، وبالتالي لو انا هصمم في اكزيستنج بار انا هاخد الاكزيستنج بار الموجوده معايا في الاعتبار. تمام، طيب دكتور انت تطرقت لمسمى معين اللي هو الهوريزونتال شير ترانسفير. يس، هسه الكود الامريكي في تشابتر 2، انا هذا السؤال وجهته الى الكود لكن الان ما حصلت اجابه، انه في تشابتر 16 وفي تشابتر 22، واحد منهم ذكر الشير فريكشن اللي انت تفضلت فيه اليوم، وفي اخر ذكر اللي هو الشير هوريزونتال ترانسفير اللي هو في الكومبوزيت بيم.
يس في الهاند بوكس كانوا كاتبين انه الاثنين سيميلر كونسبت بس هذا مبني على تجارب مختلفه، بالرغم انه في الشير هوريزونتال ترانسفير مكتوب اذا تجاوزت ليميت معين لازم ترجع للشير فريكشن. بس هذا الجزئي برضه وانا اشكر لاي معلش تاخرت عليكم. لا 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 هذا ميشن صدق هو الشير فريكشن لهم المعادلات مختلفه شوي. في الشير فريكشن شويه الى حد ما فلسفته مختلف على فلسفه الهوريزونتال شير، لان الهوريزونتال شير مبني على الديفرنشال بين الكومبريشن اند التنشن في البلوكس. يعني الهوريزونتال شير ناتج اصلا من المومنت، وبالتالي المعادلات بتاعته مختلفة. أنا إن شاء الله بإذن الله لكلنا عمر ممكن نعمل محاضرة متكاملة على الفرق ما بين الشير فريكشن والهورزونتال شير في القطاعات الخرسانة وقطاعات الستيل مع الخرسانة. إن شاء الله بإذن الله أوعدكم نعمل محاضرة كاملة على الشير الهورزونتال شير للقطاعات المركبة في حالة القطاع خرساني والقطاع حديد مع معدني مع خرسان. تمام اشكرك دكتور. تحت امر حضرتك. اعتقد كده وصلنا للليميتس. شكرا لكل اللي بقى معانا وشاف المحاضره، ولو في اي حد عنده اي سؤال او الاسئله طبعا كتير قوي ما للاسف ما قدرتش اجاوبها. اتمنى يعني ممكن تبعت لي على صفحتي الشخصيه في اي وقت. واشكر كل القائمين على بيم ارابيا والبشمهندس عمرو سليم والجروب اللي معاه على اتاحه الفرصه، وان شاء الله اشوفكم على خير وستي سيف. الف شكر حضرتك دكتور، جزاكم الله خير. شكرا دكتور، شكرا خالص.